السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من استاد الأهلي. النهاردة ليلة مباراة الأهلي وكامبالا الأوغندي في دوري المجموعات، ودي تبقى الجولة الثانية. إن شاء الله الجولة الثانية تبقى موفقة بشكل كبير، لأن الصراحة دي عنق زجاجة. نيجي نتكلم على مباراة الغد، يعني إن شاء الله لا ما نقبلش بغير بالفوز، لأن لما نيجي نحسبها حتى كده حسابيا، إن أنت مباراتك الخارجية ممكن يبقى فيها كلام، إن أنت ممكن تعادل مكسب، ولكن الخسارة في التوقيت الحالي أعتقد هتبقى شيء صعب، خصوصا إن أنت مباراتك الأولى أمام الترجي كان فيها مشكلة إن أنت تعادلت على أرضك، بما إنك مطالب دايما باستمرار خصوصا في الثلاث مباريات اللي بتبقى على أرضك إنك تاخد الثلاث نقاط، لكن هي دي كرة القدم، أنت ما خدتش أول ثلاث نقاط بالنسبة لك وهي كانت على أرضك، فبالتالي بتبص للمباراة اللي بعد كده، بتبص للهدف اللي بعد كده، ما بتبصش وراك أبدا. لكن إن شاء الله مباراة تبقى جيدة. كابتن حسام البدري كمان من كلامه واضح جدا عملية التحفيز للعيبة، واضح جدا عملية التركيز العالي في المباراة، وإن كان ممكن بتلاقي بعض الصعوبات الجو. انا يعني يمكن كنت طلعت كده على جزئيه الجو، وهيكون معانا بعد قليل زميلنا كريم احمد وهيطلعنا على الجو. الجو الى حد ما يعني مش وحش، درجه حراره 30، فبالتالي الامور يعني نتمنى انها تبقى جيده، الامور ماشيه بشكل جيد. ممكن هي الرطوبه بقى هي المشكله، عشان كده عايز اطمن على الاجواء هناك من خلال زميلنا كريم احمد المتواجد حاليا في اوغندا. كريم مساء الخير عليك يا كريم. نورك يا كابتن فاروق، تحياتي ليك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. طمنا كريم، يعني اكيد في صعوبات بيواجهها الفريق في التوقيت الحالي، خصوصا طبعا بعد مباراه كانت موجوده في الامارات وسفر طويل، ثم يعني اعتقد ان الامور دلوقتي لحد ما اللعيبه بتتمرن على خفيف، ثم المباراه والتركيز بشكل عال في مباراه الغد يا كريم. زي ما انت بتقول بالفعل يا كابتن فاروق، يمكن كنت بتكلم مع كابتن سعيد، قال كان قسمين او مقسمين المباراتين، مباراه الوديه طبعا دي كانت جزء خاص مع كابتن حسام غالي تكريما لدوره الكبير، وقرب المباراه طبعا كامبالا قبل مباراه الامارات، ده يمكن زي ما بنقول اللعيبه كانت بتتغاضى عن اي ظروف، التعب، الارهاق، كان كله زي ما قلنا قبل كده في حب كابتن حسام غالي احد نجوم النادي الاهلي، لكن بمجرد يعني ركضنا الطائره من دبي ووصلنا هنا الى اوغندا، التركيز التام كان على الطائره، الكابتن حسام فرد والكابتن سيد عبد الحفيظ هنا في المعسكر، يمكن سيطره تامه وتركيز كبير للاعبي النادي الاهلي لهذه المباراه المرتقبه. اليوم الاول يمكن تعرفنا على ملعب احد المدارس البريطانيه، احد المدارس القريبه هنا من فندق الاقامه، النجيله يمكن كانوا بيقولوا ان هي اقل شويه من ملعب المباراه، لكن النهارده يمكن كان اول يوم للنادي الاهلي تدريب في الملعب الرئيسي اللي هيستقبل مباريات الاهلي وكامبالا، هو ملعب مانديلا يسع ب 42,000 مشجع، ارضيه الملعب سيئه جدا يا كابتن فاروق. الموضوع يمكن ظاهري النجيله ممكن نقول ان هي شكلها نوعا ما كويس، هي نجيله صغيره شويه، لكن ارضيه الملعب صلبه جدا، يعني نقدر مثلا بنشوف الكوره وهي بتمشي على النجيله، الارضيه صعبه هتعوق اللعيبه، هم طبعا متعودين فريق كامبالا على الارضيه دي، كانت بتحدث في الملعب الثاني اللي في لوجوجو، واتسال المدير الفني النهارده المدير الفني مستر مايك اللي هو المدير الفني بتاع كامبالا، ليه انت اخترت ملعب مانديلا وما لعبتش في ملعب لوجوجو؟ قال يمكن ملعب مانديلا قريب شويه للجمهور، واحنا ما بنتغلبش على الملعب ده، ما لعبناش على الملعب ده قبل كده، فهو متفائل شويه بالملعب، لكن زي ما بقول لك بنتمنى ما يبقاش ليه تاثير كبير على لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي عارفين ان هي خاضت مباريات اكثر من كده صعوبه، والملاعب كانت اسوء من كده صعوبه، لكن الامور مش مستحمله، عندنا بعض الاصابات، عندنا لعيبه لسه داخله في نوع التدريبات زي عمرو السوليه اللي شارك امبارح بكل قوه في التدريبات، ايضا كمان النهارده يشارك بكل قوه بجانب صلاح محسن، كان في كلام طبعا عليه ان الناس كانت عايزه تكمل جاهزيه عمرو السوليه وصلاح محسن، بناكد ان الاثنين اللاعبين متواجدين ان شاء الله بيشاركوا بشكل كبير جدا في التدريبات الجماعيه، تدريبات الكره، النهارده كابتن حسام كان يمكن خصص زي ما قلنا 25 دقيقه للتدريبات بالكره، خلاص حط التكتيك وحط اللمسات الاخيره، لكن زي ما بنقول التوفيق ان شاء الله يكون مع النادي الاهلي غدا، الجو العام يكون مظبوط، الرطوبه هنا كابتن فاروق زي ما انت قلت هي اللي ممكن تبقى صعبه شويه، احنا النهارده كنا متواجدين في الملعب الساعه 3 عصرا، كان مؤتمر الكابتن حسام البدري، الشمس يمكن صعبه شويه على الملعب، درجه الحراره بتبقى عاليه
الصبح، لكن زي ما بنقول هي موضوع الرطوبه بس هي اللي ممكن يبقى طبعا هو دي المشكله بالنسبه لاي يعني ممكن درجه حراره 30 يعني زي اللي هنا القاهره مثلا، لكن الرطوبه بتفرق بشكل كبير على اداء اللاعبين في حته التنفس، في حته التحمل شويه وفقدان السوائل والميه، فبالتالي اكيد كابتن حسام يعني هتعالجوا الجزئيه دي او هيعالجوا الجزئيه دي بالميه الكتير، بالشرب الميه والسوائل بشكل كبير يعني. بالظبط يا كابتن فاروق، النهارده كان سامعين الكابتن حسام مجرد ان يبقى في اي توقف التدريبات بينادى على اللعيبه، كل لعيبه تشرب ميه، في بعض العصائر طبعا موفرها الطبيب الدكتور هاني طبعا اللي متواجد مع فريق النادي الاهلي بجانب طبيب النادي الاهلي خالد محمود، فيه طبعا ميه والسكريات والحاجات دي لان الجو صعب شويه في الملعب، لكن زي ما بقول لك في تركيز كبير، اللعيبه عندها تصميم كبير جدا، محدش بيتكلم حد مع يعني يمكن زي ما بنقول الكلام بسيط جدا بيننا وبين اللعيبه، لان هم يمكن فاصلين نفسهم بشكل كبير جدا، حضور كتير كمان امس في التدريب، ويمكن اداهم برضه رساله وقال لهم ان شاء الله ربنا يوفقكم كلنا معاكم ومتواجدين معاكم، مهندس خالد المرتجي طبعا متواجد يمكن لحظه بلحظه بيحل كل الامور بجانب كابتن سمير عدلي وجمال الشكر طبعا. طيب. مع المهندس خالد المرتجي على الدور الكبير اللي بيقوموا بالتسهيلات الكبيره اللي بيعملوها ليه فريق النادي الاهلي، عايزين يحط الفريق في التركيز الفني فقط لا غير، ما يبقاش في اي حاجات تعوق اللاعبين، الحقيقه يمكن ده مؤثر على اللعيبه بشكل كبير، اللعيبه مركزه فقط في التدريبات وفي المباراه. مره كابتن حكام البدري في المؤتمر الحاجه الوحيده اللي اكد عليها وهو بيتسال في المؤتمر الصحفي قال الفردي معاهد العداله التحكيميه هي التي تسود المباراه غدا، الفنيات خلاص احنا عارفين احنا جينا هنلعب بفرقه كامباله شفناها هم شافونا، لكن احنا بنتمنى يكون الفردي والعدل التحكيمي هو اللي يسود المباراه نظرا لمعاديه مباراه الترجي الاخيره. قال في المؤتمر ان يمكن مباراه الترجي كان لينا ضربه جزاء وكان لينا هدف، فبنتمنى ان يكون الفردي او التحكيم العادل في مباراه الغد ان شاء الله اللي هتكون الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر، 4 عصرا بتوقيت اوغندا. كريم خليني كمان فيها كابتن محمد السفير متواجد هنا في فندق الاقامه، هيبقى في عشاء يمكن هو متواجد يحضر العشاء الاخير مع النادي الاهلي قبل ان شاء الله المباراه بالغد، مسانده كبيره من السفاره المصريه كالعاده، متواجدين معانا لحظه بلحظه بصراحه السفير طارق سلام، الاستاذ احمد التنوخي طبعا المستشار الاعلامي، كل الحقيقه السفاره بتقوم بدور كبير جدا مع فريق النادي الاهلي زي ما بقول لك، يبقى التوفيق ان شاء الله يا كابتن طارق. كل الشكر طبعا لمعالي السفير طارق سلام سفير مصر في اوغندا. خليني بس اسالك يا كريم، في ظل وجودك مع الفريق طبعا تم اعلان القائمه الخاصه بمنتخب مصر، هل كان في كلام ما بين اللاعبين؟ يعني طبعا في مجموعه من اللاعبين الى حد ما كانت متوقعه انها تبقى متواجده، او في حديث دار ما بين اللاعبين على جزئيه الاختيارات في الفريق؟ ما نقدرش نقول حديث على قد ما احنا بنستشف من الوشوش يا كابتن فاروق، الرضا وعدم الرضا بعض اللعيبه طبعا من كتيره يمكن سعيده ومبسوطه ان هي طبعا متواجده في المعسكر، وبعض اللعيبه اللي كانت بتتمنى وفعلا كان المفروض يبقى ليهم دور كبير في المنتخب الوطني خلال الفتره اللي جايه بيأدوا اداء اكثر من رائع، مش عايزين نذكر اسماء، لكن في اكثر من لعيب في النادي الاهلي بالفعل يستحق ان هو يكون متواجد في المنتخب، يمكن بنشوف الوشوش لبعض اللعيبه دي نظرا نقول ان في تركيز طبعا شديد في مباراه كامباله، لكن مأثره برضه نوعا ما على بعض اللعيبه ان هي عايزه تمثل موقف عايزه تروح حتى في العالم، لكن حديث بشكل واضح لينا ان احنا نقدر نشوفه لا نقدر نقول في حرص من اللعيبه، لكن نقدر نقول ان احنا من طباع الوشوش او نقدر نشوف الوشوش السعاده على دور اللعيبه طبعا الخصوصيه واللعيبه اللي لم يحالفها الحظ دي، يعني نقدر نقول كانت بتتمنى ان هي تكون موجوده في خلال معسكر. واكيد كابتن حسام البدري هيتعامل معاهم اعتقد في الجزئيه دي يعني، او هيتكلم معاهم في خصوصا في اللي كانوا يعني متوقعين ان هم يبقوا متواجدين كاسماء اساسيه في المنتخب يا كريم. يعني منتظر يبقى منتظر ان يبقى في يعني زي ما كده اجتماع مصغر مع اللعيبه اللي كابتن حسام البدري شايفهم. صحيح صحيح، توفيق ليهم ان شاء الله، بشكرك كريم وخلينا على تواصل دايما باستمرار، وهنبقى متواصلين معاك اي جديد في معسكر الفريق ان شاء الله، حتى ان شاء الله بعد المباراه ان شاء الله نكون منصورين وترجعوا كده منصورين من اوغندا، يعني اعتقد معسكر طويل شويه على اللعيبه، لان انت طلعت من هنا من الامارات ومن الامارات سفريه طويله لاوغندا، مشوار طويل طبعا وسفريه صعبه، لكن اعتقد ان كابتن حسام البدري من خلال التمرينات البسيطه والراحه والتركيز واهميه المباراه بالنسبه للاعبين ده شيء اعتقد معمول في الحسبان من قبل السفر طبعا لمباراه تكريم حسام غالي، وان شاء الله الهدف هو الفوز. انت ازاي تتعامل مع مباريات زي كده؟ اعتقد الخبرات اللي موجوده الكبيره سواء احمد فتحي، شريف، شناوي، يعني حسام عاشور طبعا، عمرو السوليه، كلهم عارفين
ازاي يتعاملوا مع المباراه اللي زي كده، خصوصا الربع ساعه الاولى. انت بتلعب فريق الى حد ما هو جريح من المباراه الاولى امام تاونشيب مغلوب في بوتسوانا، وبالتالي فهو عنده هدف ان هو على ارضه ياخد الثلاث نقاط. انت بالنسبه لك برضو النتيجه الاولى بالنسبه لك ما كانتش زي ما انت عايز، تعادلت على ارضك برضو، فبالتالي انت عندك دوافع وطموح موجوده انك تاخد مباراه او تكسب الثلاث نقاط وتاخد مباراه بشكل ايجابي ان شاء الله وترجع بيها للقاهره، سواء بقى بنتيجه المكسب او التعادل، لكن دائما انت المكسب هيفرق معاك 180 درجه في مباراه خارج ارضك. ازاي تقسم المباراه؟ ازاي تتعامل مع المباراه؟ ازاي تقسم نفسك في ظل الرطوبه العاليه في ومجهودك في ظل الرطوبه العاليه في هذه المباراه وهذا الجو؟ ممكن يكون بشكل كبير مهم جدا للاعبين، مهم جدا للجهاز الفني، ازاي يدي التعليمات، ازاي انت تضغط في اول ربع ساعه ثم تهدى شويه وتبتدي تضغط تاني. كل ده الكلام ده موجود كابتن حسام البدري بيديه للاعبين، وزائد الخبرات اللي موجوده عند اللاعبين اللي مارسوها من خلال مباريات كتير، سواء بقى العام الماضي او قبل كده في بطولات افريقيا، سواء مع النادي الاهلي او منتخب مصر. ده شيء مهم جدا، اعتقد ان انت يعني لما يكون عندك لعيبه الخبرات بتفرق معاك جدا في الملعب في مباريات مهمه زي كده. لكن ان شاء الله من خلال الاداء ومن خلال اللي احنا الاداء اللي احنا شفناه في مباراه اياكس، من خلال الروح اللي احنا كنا شايفينها، من خلال الروح الموجوده كمان لمباريات بطوله افريقيا اللي ممكن استراتيجيتها تبقى مختلفه تماما عن اي مباراه وديه، عن اي مباراه ممكن تكون لعبتها في الدوري المصري، اكيد هنلعب بيها، هتختلف الامور، هتختلف الفنيات، هتختلف الخطط والدوافع اللي موجوده عند الفريق. زي ما بقول لكم يمكن كابتن محمود الخطيب والمهندس خالد مرتجي وكل المجلس الاداره، يعني مش عايز انسى اي او اقول اي اسماء، لكن كلهم خلف الفريق في التوقيت الحالي، يعني بيدعموه بشكل كبير. بطوله مهمه، بطوله يمكن بقى لها فتره بعيده عن النادي الاهلي، لما تبقى عندك مباراه مهمه زي كده ونتيجتها هتاثر بشكل كبير في ترتيبك في المجموعه، اعتقد ان كله بيتحمل المسؤوليه، كله عنده هدف واحد. كابتن صلاح حفيظ موجود في التمرينه بيحاول طبعا يخرج اللاعبين عن اي ضغوط كانت موجوده من خلال الفتره اللي فاتت، حته التركيز، حته الهدوء النفسي، ده شيء مهم جدا للاعبين عشان يقدروا يتعاملوا. اهم حاجه بقى في مباراه زي كده انك في ظل ما انت بتلاقي فريق عايز يكسبك وانت عايز تكسبه في نفس الوقت، تبقى هادي نفسيا، تبقى هادي داخل الملعب، تقدر تنقل الكره من رجل لرجل. اهم حاجه ان ما يبقاش فيه ميس باس خالص في المباريات زي كده، او حتى لو فيه، ما هو ده وارد ان يبقى فيه في ظل ملعب ممكن زي زميلنا كريم بيتكلم، يبقى عدد الكرات المقطوعه يبقى اقل من الطبيعي، يبقى موجود ولكن مش بشكل عالي، لان حته فقدان الكره في ملعب زي كده وفي جو زي كده اعتقد انه بيتعب بشكل كبير الفريق، بيخليك دايما تحت ضغط، بيخليك تعمل مجهود اكبر. فكل ده مهم جدا انك تحطه في الشكل الفني بتاعك، انك كلاعبين ولاعبين خبرات تبتدوا تهدوا الملعب، تبتدوا تشتغلوا الكره من رجل لرجل، نبتدي نروح على الهجمات المميزه اللي نستغلها من خلال طبعا سرعات تبقى موجوده، من خلال مهارات تبقى موجوده، والحته التهديفيه. يا سلام لو احنا ربنا اراد واكرمنا في الربع ساعه الاولى بهدف كده مميز نقدر نشتغل عليه ونبني عليه المباراه او الخطط الفنيه في المباراه بالشكل الكامل. اكيد دي سيناريوهات موجوده كابتن حسام البدري حاططها، لو جاب جون في الربع ساعه الاولى، الجون اتاخر شويه، المباراه مشيت في تعادل سلبي، يقدر يعمل ايه في اخر ربع ساعه؟ كل دي حاجات موجوده الكابتن حسام البدري. ان شاء الله كل التوفيق لفريقنا اللي احنا هنتكلم من خلال وجود كابتن ماهر همام، هنتكلم على جزئيه المباراه واهميتها والشكل الفني والشكل التشكيل الاساسي المتوقع ان شاء الله مع كابتن ماهر همام، طبعا نجم مصر ونجم النادي الاهلي. ولكن يعني كل التوفيق، دعواتكم كده بكره ان شاء الله، المباراه بكره الساعه 3 هنكون منتظرينها كلنا، هنكون بندعي لفريقنا، ان ثلاث نقاط مهمين جدا في مشوار البطوله التاسعه بالنسبه للنادي الاهلي هي الاهم في هذه السنه، خصوصا يعني وجود كابتن محمود الخطيب والمجلس الاداره الحالي، عندهم زي ما بقول لكم عمليه تحفيز كبيره جدا للاعبين وكلامهم مع اللاعبين، يعني اعتقد ان ده شيء مهم جدا بالنسبه لنا احنا كجمهور ومحبي للنادي الاهلي وابناء النادي الاهلي، ان يبقى عندك 9 بطولات لافريقيا والوصول مره اخرى لكاس العالم للانديه شيء نفسنا، يعني بقى لنا فتره طويله يعني كان في جيل جميل جدا حقق نتائج مبهره للنادي الاهلي وصول لبطوله العالم، عايزين نشوف الجزئيه دي تاني والعوده مره اخرى للعالميه بامر الله. يعني واحنا بنتكلم على العالميه اكيد ما نقدرش ننسى
واحد من ابناء مصر، يعني واحد من اللاعبين المميزين اللي مشرفنا الصراحه في كل حته في العالم. يعني احنا اتكلمنا عليه كتير ومفيش ماده اعلاميه الا لما هتلاقيهم بيتكلموا عليه، سواء قناه تلفزيونيه او مواقع أو, او 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 لكن لازم نتكلم عليه لان ده واحد من ابنائنا، يعني واحد من اللي شرفونا بشكل كبير. محمد صلاح امامنا على الشاشه ومعاه بنته مكه ما شاء الله عليها، حاجه جميله. يعني كان جماهير ليفربول، جماهير اللي هناك كانت سعيده جدا بوجوده. لكن يعني الحذاء الذهبي كافضل هداف في الدوري الانجليزي، ده حاجه يعني ما حصلتش كلاعب مصري ولاعب عربي ان هو ياخد مجموعه من الارقام يعني اللي موجوده في الدوري الانجليزي، شيء مميز جدا. احنا كلنا سعداء بوجود محمد صلاح في توقيت مميز جدا للكره المصريه، انه يبقى في الدوري الانجليزي ويحقق هذه النجاحات. لازم ناخد هذا الرجل كمثال او هذا اللاعب كمثال، نقدر نطلع 50 واحد زي محمد صلاح. الامور تختلف معانا كتير، عندنا دول بتقوم اقتصادياتها على كره القدم واللاعبين، فهي دي نقطه مهمه جدا. محمد صلاح اكيد بشكل كبير بيفيد بلدنا، مش بتكلم بس ماده اعلاميه، لا بيفيد بلدنا كمان ماديا، وجوده كمان مهم جدا. عندنا نادي زي نادي المقاولين استفاد ماديا بشكل كبير، ويظل يستفاد من خلال طبعا تواجد واحد زي محمد صلاح، والنني احنا كمان عندنا رمضان صبحي، يعني مجموعه اللاعبين المحترفين افيدوا اكيد بيفيدوا بلدنا بشكل كبير. لكن خلينا اقول لكم مجموعه الارقام اللي واصل محمد صلاح التالق فيها واحرزها بشكل كبير. محمد صلاح يمكن ضرب رقم قياسي، يعني مسجل باسمه دلوقتي ان هو يعني اللاعب الهولندي فان نيستر روي، يعني واحد من اللاعبين المميزين اللي كان موجود في مانشستر يونايتد بعد كده في ريال مدريد. يعني 44 هدف محمد صلاح حتى الان، يعني عنده 44 هدف في مجموع البطولات كلها، هو بيعادل نفس الاسطوره فان نيستر روي، واحد من اللعيبه المميزه اللي انا كنت بعشقهم بحب اتفرج عليهم. محمد صلاح بيتعادل معاه في مجموع البطولات، مجموع اهدافه في البطولات كلها، لكن يقدر ان شاء الله من خلال نهائي بطوله اوروبا ان محمد صلاح يتعداه. دي حاجه برضو من الحاجات بعد احرازه هدف امس، يعني كل التوفيق لمحمد صلاح. لكن خليني اقول لكم ايضا ان محمد صلاح سجل 38 لعب في 38 جوله، سجل 32 هدف، محطما ب يعني رقم ألان شيرر اللي سجل 31 هدف، ده كان سنه 95 كان في بلاك بيرن. ايضا كريستيانو رونالدو 31 هدف 2007 مع مانشستر يونايتد، ولويس سواريز في 2013 مع ليفربول. يعني ما شاء الله، يعني حاجه يعني نفتخر بيها. دي بنت طبعا محمد صلاح مكة، حاجة جميلة جدا. وكان تفاعل جمهور ليفربول مع كل ضربة كورة هي بتشوطها برجليها أمامنا على الشاشة كان رائع وجميل، يعني من حبه ربه وحبه عبده طبعا. فبالتالي محمد صلاح كل حاجة منه أكيد جمهور بيحبها، فبالتالي حاجة رائعة. ما ننساش طبعا دور زوجته في نجاحه بشكل كبير، لأن وراء كل رجل عظيم امرأة، فبالتالي شيء مهم جدا حتة الهدوء في البيت، تفاصيل كتير جدا ما يحسهاش غير لما يبقى في اسره كده جميله. يقدر محمد صلاح من خلال الهدوء اللي فيها انه يشتغل فقط. حته التركيز في عمله دي ليها جوانب بره الملعب بشكل كبير، حته انك يعني توفير كافه الامور اللي هاديه داخل البيت، وحته ان يبقى في ايجنت مميز تقدر يشتغل على محمد صلاح في كل تفاصيل حياته الماديه والكرويه، ده برده شيء مهم جدا. محمد صلاح ما وصلش للنقطه دي غير بفريق عمل، يعني ده لازم برضو نحطها في دماغنا. فريق عمل هو اختاره بشكل مميز، وصل بيه ان هو يبقى هداف البريمير ليج. محمد صلاح واحد من افضل اللاعبين خلاص في تاريخ مصر، حفر اسمه من ذهب في تاريخ مصر وفي تاريخ الدوري الانجليزي وفي تاريخ ايضا نادي ليفربول، اللي يمكن في مجموعه من اللاعبين المميزين. لما نتكلم على جيرارد، واحد من اللاعبين المميزين اللي تفوق عليه محمد صلاح صراحه خلاص في عدد الاهداف، بيتكلم يقول لك انا دلوقتي من مشجعي هذا اللاعب واتمنى له كل التوفيق، ونفسي هو بيتكلم ان هو بيقول انا نفسي ان محمد صلاح يقعد في ليفربول ويحقق نتائج مميزه ويكمل مشواره مع ليفربول. يعني طبعا كلام كتير على موضوع محمد صلاح ان هو ينتقل من ليفربول لانديه اخرى، في ناس بتتكلم تقول لك لا يقعد ويكمل تالقه مع نادي خلاص الناس حبته وتاقلم على الاستاد الخاص بيهم الانفيلد. فبالتالي محمد صلاح في ناس بتتكلم ان هو يقعد، في ناس تقول لك لا خطوه جديده انا محمد صلاح
ويرجع ويروح لأندية أكبر من نادي ليفربول زي الدوري الأسباني في برشلونة أو ريال مدريد. كل الكلام ده هيحدده محمد صلاح وطموحه وأهدافه من خلال زي ما بقول لكم من خلال مجموعة عمل مع محمد صلاح هي اللي هتوصله للنجاح، لأن طبعا واضح جدا التطور العالي جدا لمحمد صلاح في كرة القدم في الجزء الفني في الجزء كمان النفسي وهدوءه. يمكن في الماتش اللي فات أو اللي قبله محمد صلاح قابل حظ عاثر في حتة إحراز الأهداف، النهاردة أو مباراة الأمس مع برايتون محمد صلاح الأمور عنده خلاص رجعت بطبيعتها، بيحرز هدف وبيصنع هدف، فبالتالي الأمور عنده خلاص حتة نفسية عنده ما شاء الله بقت مميزة جدا. فبالتالي إن شاء الله كل التوفيق لمحمد، يختار الأنسب ليه، هل يكمل هل يروح نادي أكبر، كل ده في ظل تألقه إحنا سعداء موجود هنا موجود هنا. إحنا هنروح مع محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وهداف الدوري الإنجليزي بجميع شهادة أو بجميع تصويت، سواء بقى لرابطة النقاد هناك أو اللاعبين أو 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 كل الناس ما شاء الله صراحة حابين هذا اللاعب. يا رب كل التوفيق ليه. ده يمكن كلام عن العالمية، واحنا بنتكلم على العالمية الخاص بالنادي الأهلي، وإن شاء الله وصوله لبطولة أفريقيا أو نهائي أفريقيا وحصوله عليها والوصول لبطولة العالم للأندية، ده اللي إحنا نتمناه. لكن يعني ده اللي أنا كنت حابب أقوله قبل ما أطلع فاصل عن محمد صلاح وعن النادي الأهلي. إن شاء الله الاثنين في العالمية، الاثنين دايما مشرفينا، الاثنين دايما مخلينا جزئية الكرة دلوقتي مبهجة بشكل كبير. ايضا كاس العالم هتبقى ان شاء الله حاجه مبهجه معتمدين عليه هو وزملائه اللي تم اختيارهم من خلال الجهاز الفني، وان كان بعض الكلام على الاختيارات، لكن في الاول وفي الاخر الجهاز الفني هكتور كوبر والجهاز الفني المعاون اعتقد هم عايزين يكسبوا، عايزين يحققوا نتيجه مميزه، فبالتالي الاختيارات بالنسبه لهم هي الافضل بيختاروه. فكل التوفيق ليهم بدون اي كلام كتير عن مين يخش مين ما يخشش، لكن كل التوفيق للعيبه، كل التوفيق للجهاز الفني، كل التوفيق لمجلس اداره اتحاد الكوره، الجماهير وهي هتودعهم ان شاء الله قبل طبعا المعسكر القادم. ان شاء الله ايام معدوده وتشوفوا فريقنا مره اخرى في كاس العالم، اخر مره شفناه في 90 في ايطاليا، ان شاء الله هنشوفه في روسيا، ان شاء الله نشوفه بقى في مرحله ثانيه من الدور الاول. خلاص حته الدور الاول وطموحنا بيعلى ان شاء الله من خلال تواجد منتخب قوي، منتخب فيه محمد صلاح افضل لاعب في الدوري الانجليزي، منتخب فيه النني، منتخب فيه رمضان صبحي، تريزيجيه، يعني مجموعه من اللعيبه المميزه، عبد الله السعيد، الشناوي، عصام الحضري، مش عايز انسى اسماء، ولكن طبعا مجموعه من اللعيبه المميزه اللي نتمنى ان شاء الله يحققوا لنا احنا طموحنا كجماهير بالوصول للدور الثاني ثم تحقيق مكان كويس في كاس العالم، مش بعيد ابدا عن ربنا طول ما انت بتجتهد، طول ما ربنا هيوفقك بشكل كبير. خلينا نطلع لفاصل واستقبل طبعا ضيفي الكبير كابتن ماهر همام وكلامنا عن مباراه الغد، مباراه الاهلي وكامبالا سيتي الاوغندي. بجد ترحيب بحضراتكم، ما زلنا مع حضراتكم بنتكلم في طبعا ليله مباراه الاهلي وكامبالا سيتي في الدور او الجوله الثانيه في دوري المجموعات، دوري مهم جدا ومباراه مهمه امام النادي الاهلي غدا. كلامنا في الجزء الفني مع كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن ماهر همام، واحد من نجوم النادي الاهلي وصخر الدفاع في وقت من الاوقات، كان فعلا جيل عظيم. يا كابتن برحب بيك كابتن. ربنا يخليك، اهلا فاروق، اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. ربنا يخليك. خلينا قبل ما نروح نتكلم على الاهلي كابتن، يعني ما ينفعش ان احنا، كنت لسه بتكلم في الانترو على محمد صلاح، ما زلنا فخورين بهذا اللاعب، يعني خصوصا لما بينهي، احنا بنتكلم في الجزئيه دي دلوقتي، احنا عمالين نتكلم بقالنا سنه على محمد صلاح، لكن مع نهايه الموسم وحصوله على لقب هداف الدوري الانجليزي البريمير ليج حاجه مشرفه بشكل كبير. نتمنى كابتن ماهر وانا بكلم حضرتك ان احنا نشوف 100 واحد زي محمد صلاح، لان ده مهم جدا مش للكره المصريه بشكل عام، لاقتصاد بلدنا من خلال دخول عمله صعبه من خلال لعيبه مميزه زي محمد صلاح في وقت ما ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت يا فاروق، احنا لو كلمنا حلقات بقى على محمد صلاح مش هنكفي الحاجات، حقه علينا وعلى الشعب المصري والاداء اللي هو بيأديه بشكل جيد. عايز اقول لك فاروق ان شخصيه محمد صلاح هي اللي فرضت نفسها، الشخصيه المتواضعه، الشخصيه المحترمه، الشخصيه الحبوبه، الشخصيه اللي عندها دوافع من الصغر. واضح جدا لو هترجع لمشوار محمد صلاح كده هتلاقي ان محمد صلاح وهو صغير لسه في دوري البراعم
تحس كده ان هو لعيب واعد، لعيب مميز، لعيب قادم. فمحمد صلاح مشواره كابتن فاروق ربنا توج له هذا المشوار فعلا بالشكل والاداء اللي احنا بنشوفه حاليا. يعني مخرجنا بيجيب لنا الجوائز والكؤوس، افضل لاعب وافضل هداف في الدوري الانجليزي وعلى مصر على كل الالقاب يا كابتن ما شاء الله. يعني هذا العام يعني حتى المصريين هناك بعلم مصر طبعا كابتن فاروق بيشجعوا محمد صلاح، ابن من ابناء مصر اللي كلنا دلوقتي بقى مثل اعلى لينا. يعني احنا حتى ككبار انا بعتبر ان مثل اعلى، زمان كنت بقول مثلا كابتن حسن حمدي وكابتن صفي يونس واخد بالك من خلال جيلنا، انا دلوقتي شايف ان مثل الاعلى وده ابن يعني بيعتبر ابن من ابنائي. يعني حته مهمه جدا، يمكن هو كلاعب شايف يمكن جمهور كبير، ممكن جمهور كمان مش عايز اقول حته العنصريه، لكن هم عندهم حته كده ان انا كلاعب يعني اي لاعب بيجي بالنسبه لهم خارج ممكن يكون الجزء الانجليزي او البريطاني بتبقى بالنسبه لهم صعبه، تقبل لاعب زي كده وحبهم ليه وحته الفخر من جوايا اللي انا كل دول بينادوني باسمي، كل دول يعني بيحبوني، كل دول حاطين امل عليا، شيء بيبقى جوه اللاعب. اكيد يا كابتن انت لعيب صغير لعيب وانت بتلعب كابتن، حته الجمهور الاهلي لما كان بيناديك وانت عامل حاجه جيده ليه بتبقى حاجه جميله، لما بالك بقى دوري الانجليزي جمهور، بس مش الانجليزي بس اللي بينادي عليك، ده جمهور العالم كله بالزبط. كمان دلوقتي بقى يردد اسمك بشكل ده هو سبحان الله. يعني عايز اقول لك ملاك من السماء، يعني محمد صلاح في شخصيته بصراحه يعني دعوه والدته ووالده وتربيتهم ليه التربيه المحترمه المتواضعه خلقت نجم بهذه القيمه ونجم كل الناس بتهتف باسمه. عايز اقول لك ان هو كمان ساعد الناس دي انها تحبه يا محمد باخلاقه وتواضعه وعلاقته بكل زملائه وعلاقته بالمدربين وعلاقته بالمسؤولين، حتى كمان لما بيجي هنا مع المنتخب القومي تحس بعلاقته بالجهاز الفني واللاعبين، اخ كبير جدا. عايز اقول لك يا محمد ان هو من تواضعه ان هو بيحترم الكبير والصغير. يمكن في حته التصوير انت عارف بقى راجل نجم كل الناس بتحب نتصور معاه، تلاقيه واقف يعني مكسوف، في كسوف كده، في خجل، في احترام، في تواضع. طبعا مكه دي بقى يعني بنته كمان لفت الانظار بشكل كبير جدا. يعني عايز اقول لك ان كل الصحفيين وكل المصورين هناك وهو بيستلم الجائزه كل الكاميرات يمكن على مكه بنته، وهي كمان لفتت النظر فيها من روح طبعا ابوها. ها بيفهمي يا كابتن، يعني عارف يعني طبعا مش حاسه حاجه جميله طبعا طايره فرحانه موجوده في مكان هي بتستغرب طبعا الكم من الجمهور اللي بيشجع محمد صلاح، بيشجع والدها، كور اللي حواليها، وهي بقى طبعا فرحانه جدا بالشكل وبالاداء وعماله تلمس، وواضح ان هي طبعا شكلها كمان ممكن تطلع على الكوره يعني. لكن اللقطه الاميز بقى بعد ما محمد صلاح اخذ الجولدن بوت كابتن على مصر، محمد صلاح يعني اخده بيلف بيه الملعب، يعني ده برضه حته يعني بتقشعر الواحد يا كابتن. اكيد لما تكون انت بتمثل بلدك ممكن في نادي وليس كمنتخب وكل الناس دي عارفه انك مصري، فانت بتقول لهم انا مصري، يعني انا من البلد دي انا بحبها وهفضل منتمي ليها وبديلها الفضل الكبير في اللي انا فيه دلوقتي اللي انتم شايفينه او انتم بتسقفوا لي، فكل الفضل ده لبلدي. بالظبط. وانا عايز اقول لك ان هو كمان ما ننساش الحته دي، يعني هو كمان من ضمن البرنامج ومن ضمن التركيز اللي بيركزه، وهو عارف ان ده يوم غير عادي، تصوير وجمهور وهتافات وتسليم جوائز، لكن هو حب لمصر جواه مركز ان علم مصر موجود معاه في كل وقت. طبعا زوجته يعني شريكه حياته بتكمل معاه المشوار الجميل ده، جزء مهم جدا لسه كنت بتكلم معاه يا كابتن. طبعا حته تهيئه الراجل او تهيئه اللاعب، في حاجات كتير قوي بتهيئ له، سواء بقى مجموعه العمل اللي معاه اللي بتحطه على الطريق العمل او البيت نفسه اللي بالزبط. بيخلي الامور بالنسبه له هذه هتفرق كتير بالزبط جدا بالظبط. فاكيد يعني زي ما انت قلت ربنا يبارك له في عيلته يعني. يعني اذا كان يعني مدير اعماله والناس اللي معاه اللي بتنظم له الجزئيه اللي فيها الدعايه والاعلان، الجزئيه الخارجيه والبرنامج و لكن البيت هو الاساس، البيت بقى اللي بيوفر لك كل حاجه، المناخ وخد بالك انت التجانس، الالفه، التواضع، السكينه، حتى التغذيه. يعني يمكن انت عارف احنا التغذيه بتاعتنا
الاكل المصري بتاعنا ما نقدرش نبعد عن الملوخيه والباميه والرز والمكرونه واللحمه والحاجات ديت بالفراخ. فطبعا زوجته كزميلته اللي انا عرفته كزميلته قبل كده واخد بالك انت في الدراسه وفي نفس الوقت يعني كانت شريك حياته من بدايه مشواره بتوفر له كل المناخ وبعدين جابت له بقى طبعا مكه جابت له افضل حاجه مكة جميلة افضل حاجه طبعا في الدنيا انك انت كمان بترزق بطفل في حلاوه وشكل وخفه ودم مكه زي ما احنا شايفين. فيعني وبعدين عايز اقول لك حاجه محمد مكه وش السعد على الاسره دي يعني مكه محمد بيحبها بشكل كبير جدا ان هي وش السعد على ابوها وش السعد على امها وان شاء الله وش السعد كمان على المصريين يا رب ان شاء الله ان شاء الله. انا متاكد ان محمد اكيد كده لازم قبل كل مباراه بيسمع صوتها دي هتبقى عمليه تحفيز بالظبط. وكمان محمد عايز اقول لك حاجه اللي انا عرفته ان هو قبل كل مباراه لازم يسمع صوت والدته وقبل ما يقرا الفاتحه مع الفرقه واخد بالك بياخد جنب كده قبل ما بينزل الملعب لازم يسمع صوت والدته لان هي البركه طبعا. هي الاساس طبعا. هي الام طبعا المدرسه الحقيقيه اللي ربت النجم النجوم محمد صلاح نجم العرب بقى والافارقه والمصريين صحيح ومثل اعلى لكل الشباب اللي صحيح. موجود في مصر يعني حقيقة. يعني الواحد سعيد واحنا كنا لازم نقعد نتكلم على محمد صلاح هنفضل نتكلم عليه طول ما هو بيحقق حاجه البلد وبيحقق حاجه مميزه كابتن لازم نفضل نتكلم ونبين الشيء ده لانه هو قدوه للجيل الجاي ان مفيش حاجه اسمها مستحيل يا كابتن ماهر بالظبط. احنا عندنا لعيبه مميزه احنا فعلا بقى النظره اللي جايه حته المسؤولين ان احنا ازاي نطلع لاعبين بنفس قدره صلاح ازاي حته ان احنا نفتح الاحتراف بشكل كبير عشان يبقى عندنا كذا واحد زي محمد الامور دي لازم نبص لها لان ده بيبقى ممكن محمد صلاح جه فلته دلوقتي لكن احنا مش عايزينها تبقى فلته احنا عايزينها تبقى اساس وبيزك موجود عندنا نقدر نطلع من خلال مجموعه المواهب اللي موجوده على في الجمهوريه كلها جمهوريه مصر العربيه لازم تطلع كابتن بشكل مميز ونقدر ندعمها بشكل كبير ده اللي انا اتمناه ما تبقاش كده حاجه طلعت مره واحده كده شيطاني زي ما احنا بنتكلم وخلاص وراحت وانتهت لا احنا لازم نشوف ايه العوامل اللي طلعت محمد صلاح اللي طلعت واحد زنيني طلعت زي رمضان وهكذا وهكذا بحيث ان احنا نوصل لعدد كبير احنا الاول فتره او الفتره احنا فيها دي لاول مره يبقى عندنا في منتخبنا الوطني عدد المحترفين الكبير 17 لعيب دولي وبالتالي لازم نزود كل ما احنا بنزود كل ما احنا بنبقى احسن واحسن وصلنا لكاس العالم ده مش من فراغ بالظبط هو ده محمد زي ما انت بتقول هو ده اللي حصل بالنسبه للمؤسسات الكبيره كلها انت طبعا المنتخب عندك حوالي 17 لعيب محترف في الدوري الاوروبي ومنهم يمكن لاعب او اثنين محترف في الدوري العربي السعودي والاماراتي لكن عايز اقول لك ان ال 17 دول بيعتبروا نموذج متميز للعيب المصري اللي بيشرف الكره المصريه في الاحتراف الخارجي، الاحتراف ده محمد زي ما انت قلت هيعود علينا بشكل كبير جدا بالنسبه للمنتخب الاول، هيعود طبعا بشكل كبير باحترافيه وطبعا وطرق لعب ونظام وسيستم هيفيدنا ان شاء الله باذن الله في السنوات القادمه، لكن عايز اقول لك ان المؤسسات الكبيره بقى زي الاهلي وزي الزمالك وزي انبي وزي المقاولين وزي الانتاج الحربي وزي وادي دجله كل ده بدا يهتم بقطاعات الناشئين بدا يبص للقاعده اللي تحت خد بالك يا محمد الاسعار الكبيره اللي احنا بنشوفها دلوقتي اللي بالملايين بيتعبي كبير جدا على مؤسسات كثيره ما بقاش عندها الماده او العائد المادي اللي يقدر يشتري بيه ويطعم بيه الفريق الاول فالنهارده المبالغ الكبيره دي خلت الناس تفكر خارج الصندوق شويه بدات تفكر بالنسبه لرؤساء القطاعات الناشئين ان هو ازاي يقدر يغذي المنتخبات من ناحيه القاعده ديت يقدر ازاي يغذي طبعا الاحتراف الخارجي التسويق الخارجي بالنسبه للعيبه المميزه ان يطلع يعني يطلع اعاشه مع بعض يعني بعض المؤسسات بتطلع اولادها اعاشه بره معايشه بره واخد بالك ويكتسب من خلالها وبعد كده يبدا يحصل نوع من الاتفاق المتبادل بين المؤسستين وبين بعض فعايز اقول لك ان قطاع الناشئين بدا يبقى فيه اهتمام بشكل كبير جدا ويمكن تجربه المقاولين العرب كابتن علاء نبيل ومجلس اداره المقاولين العرب ان هو دفع ببعض النجوم اللي احنا هنبدا نشوفها من بدايه الدور من بدايه الموسم الجديد اسماء يمكن حوالي اربع خمس اسماء مميزين قدروا ان هم ياخدوا مكانهم في الفريق الاول المقاولين العرب لفتوا انظار كل المؤسسات الكبيره حتى كمان ان علاء كرئيس قطاع الناشئين طلع معاهم واضاف هؤلاء اللاعبين فبدات الناس تبص على هذه التجربه اللي المقاولين طول عمره سباق من خلال افرازه للعيبه المميزه بهذا الشكل
نتمنى ان قطاعات الفتره اللي جايه تبدا بقى باساليب الاحترافيه شويه، العلم شويه محمد، مع طبعا الخبرات اللي موجوده في رؤساء القطاعات. انا شايف ان الفتره الجايه دي هيحصل افراز كبير جدا من اللعيبه الموهوبه من المصريين ان شاء الله. كابتن، انا بكلمك عن محمد صلاح، ويعني احنا بنتكلم النادي الاهلي كمان موجود في اوغندا، وقائمه المنتخب تم الاعلان عنها. انا ما اعرفش هل القائمه دي ممكن تزعل بعض اللاعبين الموجودين في النادي الاهلي في التوقيت ده، وخصوصا ان هم كانوا متوقعين يبقوا متواجدين ويبقى لهم الشرف انه يبقوا متواجدين في كاس العالم ولا لا. ولكن طبعا انا عارف ان احنا عندنا لعيبه خبرات كبيره لن تتاثر منها موجوده بره المنتخب او داخل المنتخب، هم بيشتغلوا لهدف واحد هو وجود يعني النادي الاهلي في احسن مجال، وفي نفس الوقت لو في المنتخب اكيد بيمثل اسم بلده. لكن قائمه المنتخب كابتن، يعني من وجهه نظر حضرتك اختياراتها، احنا في الاول وفي الاخر هكتور كوبر يعني يهم مصلحته ويهم مصلحه ان هو يبقى منتخبنا يعدي المرحله الاولى ثم الثانيه وهكذا، فبالتالي اختياراته من وجهه نظر كابتن ماهر هل كان فيها بعض النواقص، ولا هي دي الشيء اللي احنا من خلال تواجد اللاعبين وقدراتهم الموجوده هو ده الشيء الطبيعي؟ بص يا محمد، احنا تجربتنا مع الخواجات طول عمرنا الخواجات بيبقى ليهم نظره غيرنا شويه، يعني احنا يمكن فينا شيء من العاطفه، يعني عاطفيين، كل ما العيب يبدا يظهر يقول لك ايه يا اخو روح المنتخب، كل ما العيب يبدا يظهر انه لا يروح المنتخب. الراجل ده لما جه فتح المجال بشكل كبير جدا، واعتمد على الدوري المحلي، واعتمد على اللعيبه الافارقه المحترفين اللي في الخارج في الدوري الاوروبي. هم قوامهم كله اعتمد على يمكن حوالي 18 يمكن او 20 لعيب. ال 18 20 لعيب دول حضروا معاه من بدايه شغله، بدايه الاستراتيجيه اللي وضعها، بدايه السيستم، بدايه الاهداف اللي هو بيسعى ليها، الوصول لكاس الامم الافريقيه ثم كاس العالم، واخد بالك؟ الدوري المحلي قدر ياخد بعض العناصر من الدوري المحلي مكمله لل 17 18 لعيب الدولي اللي موجودين في الدوري الاوروبي. هو خلاص عرف ان الناس دي شربت وهضمت اسلوبه. فيقول لك عشان افتح المجال تاني وتالت ورابع واجيب ناس جدد ولسه ابدا من اول وجديد، مفيش وقت للكلام ده في المنتخبات، وانت عارف المنتخبات كلها عباره عن شغل تكتيك، يعني مش هيقدر يزود لك الجانب البدني، مش هيقدر يزود لك الجانب المهاري، الجانب الخططي بس هو اللي موجود في المنتخبات، والعناصر الثانيه بتعتمد على شغل اللعيبه في الانديه. فهو بالنسبه له يعني عنده نوع من الشفافيه والعداله انه خد بعض من اللعيبه المميزين في الدوري المحلي، والباب كان مفتوح، كل ما بيفرز نجم فعلا بيجيبه وبيشركه في المباريات التجريبيه او المباريات الحبيه او المباريات الدوليه اللي هي الاجنده من خلال هذه اللقاءات. لكن في الاول والاخر محمد هو بيرجع للقوام الاساسي اللي هو البعض قال لك اصلا من بدري يا كابتن ان حتى في كاس العالم، يعني احنا كاس الامم خلصان بقاله قد ايه؟ سنه تقريبا سنه، يعني قال لك هو مستر كوبر مش هيغير، هو التشكيل الاساسي بالقايمه بالظبط مهما راحت راح وجي ولا لعب ماتشات ولا حد ظهر، لو حد ظهر مميز بيجيبه، لكن التشكيل الاساسي وطريقه اللعب مش هتتغير. هو محمد في الكره الحديثه، خد بالك عايز اقول لك حاجه، هو ده الكلام ده صح، بمعنى يعني احنا نرجع كده بالزمن ايامنا، احنا ايام هدوكوتي كان نفس المدرسه، وبعدين جه مستر فايسا نفس المدرسه، لو تفتكر 18 لعيب قوام الفريق الاساسي اللي بيلعب، وبعدين لو احتاج عنصر اتصاب يجيب واحد واخد طرد بيجيب واحد، يعني واخد بالك، ناشئ بدا يشد حلو فبيبدا يجيب. انت حتى كمان محمد الملعب في الاكسرسايز صعب جدا ان هو يستحمل اكتر من 22 لعيب، يعني خد بالك بقى. فانت وبعد كده بعد مستر فايسا شفنا يمكن جميع، حتى مستر مانو جوزيه كان بيعتمد على يمكن 18 لعيب بس، فواضح قوي ان ده الثبات. وانت لو تفكر كده محمد هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الكلام ده مظبوط. ليه بقى؟ لان انت لما يبقى عندك 18 لعيب 19 لعيب عارفين وهاضمين طريقه لعبك واستراتيجيتك في الشغل في الدفاع وفي الهجوم، وعارفين انت العقليه والمنتاليتي اللي في دماغك والتفكير بتفكر في ايه والدوافع اللي من خلالك ايه والشخصيه من خلال ايه، تاكد ان الكلام ده هو اللي بيعمل الشكل، بيعمل الانتشار، بيعمل الشغل التكتيكي. نتفرج على فرق كده تقول ايه، ده منتخب مصر، ده شمال افريقيا، دي تونس، دي الجزائر، دي جنوب افريقيا، غانا، جنوب افريقيا، دي الكاميرون. كل المدارس دي يا محمد ليها شكل وطابع، واخد بالك، من خلال ايه بقى؟ من خلال الطريقه، من خلال السيستم، من خلال الاستراتيجيه المحطوطه
لكن عايز اقول لك ان ممكن تلاقي نيجيريا عندها منتخب اول 22 لعيب وتلاقي البديل 22 لعيب. بخصوص نيجيريا تم استبعاد اجاي صحيح يا كابتن؟ ها؟ بخصوص نيجيريا تم استبعاد اجاي عن القائمه بتاعت منتخب نيجيريا؟ وبعدين تبص تلاقي ايه منتخب تالت 22 لعيب، يعني عنده ما يقرب عن 66 لعيب موجودين في اوروبا بيمثلوا منتخب نيجيريا. واخد بالك؟ نتمنى طبعا احنا نوصل لكن في 22 لعيب موجودين معاه في القوام الاساسي اللي بيبدا يجهز بيهم من خلال البطولات بقى، اذا كانت بطوله افريقيه او بطوله كاس العالم، فما بيزيدش عن 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 المجموعه دي. فاحنا داخلين للطريق، رايحين للطريقه دي، رايحين للشكل ده. تصريحات الكابتن يعني في مبرراته مثلا اختيارات لعيبه معينه او استبعاد لعيبه معينه، لما كان الناس اتكلمت على حسين الشحات مثلا واستبعاده، هو قال لك انا اما هتيجي تقارن، ما انا هقارنه ما بين لعيبه، ما انت اقل مجهود هتيجي مثلا حسين الشحات بيلعب فين؟ بيلعب في مكانه، بيلعب في مكانه رمضان صبحي بالظبط، تريزيجيه بالظبط، ويعني هكذا. فانت هتيجي تبصها من منطق، كل الاحترام طبعا لحسين شحات واحد من اللعيبه المميزه واول تجربه احترافيه ليه، وممكن شهر شهر ونص اختير كاحسن لاعب في الدوري الاماراتي، فبالتالي لكن كشغل اللي هو تم ان هو تم تشريبه للعيبه من خلال الفتره اللي فاتت رمضان صبحي وتريزيجيه هم اكتر الناس ممكن يكونوا بالظبط هضموا طبعا مش هتيجي بقى على حته محمد صلاح لا هضموا محمد، هو ده كلام منطقي وكلام سليم بينه وبينك وبلغه العلم التدريب ده الصح. انت هضمت فكري، هضمت شغلي، واخد بالك؟ انت اتعودت عليا، عرفت انا عايز ايه، ايه الاهداف اللي احنا بنسعى ليها. يعني عايز اقول لك حاجه محمد، من ضمن استبعاد حسين الشحات انا متاكد الدوري الاماراتي مع احترامي ليه غير الدوري المصري، الدوري السعودي نفس الكلام مع احترامي ليه، واخد بالك؟ اللعيبه ما بيكتملش يعني برضك حسين الشحات هتلاقي فيه قصور بشكل كبير جدا. لكن عايز اقول لك ان 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 اللعيبه المميزه دي المرحله القادمه اللي بعد كاس العالم، ما انت الدنيا مش هتقف يا محمد. يعني دول من ضمن الاختيارات لمستر كوبر او اللي بعد مستر كوبر للمرحله الجايه اللي احنا بنتكلم عليها، بنقول عليها الحلاوه والتجديد، انك انت عندك زي ما بقول لك 22 لعيب اساسي في نيجيريا و22 لعيب بعديهم وبعدين 22 وراهم، فهو برضك خد بالك بيعمل قاعده تاني. يعني بيعمل قاعده من اللعيبه هيستعان بيها الفتره اللي جايه بعد كاس العالم. يعني في لعيبه مثلا زي دخول شريف كرامي مره تانية من ضمن الاربعه اللي دخلوا، شريف يمكن من ضمن الحراس اللي كانوا موجودين معاه، ويمكن هضم جزء كبير جدا من فكر مستر كوبر. عشان كده لما مستر كوبر بعد اصابه الشناوي فكر في شريف، لكن برضك ادى الفرصه للشناوي، واخد بالك؟ محمد الشناوي، وادى فرصه لعوات، يعني برضك من 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 حقهم انه ياخدوا فرصه وهو كمان يشوفهم ويبدا يعرضهم للناس. لكن شاف ان شريف اكرامي عوده مره ثانيه للمنتخب افضل، مش عايز اقول افضل من الاثنين دول، لكن يمكن قريب قوي من عصام حضرتك واقرب وخبره زي ما انت قلت، ويمكن اخذ شغل كبير جدا من مستر كوبر وفهم هو بيفكر في ايه. حاجه ثانيه مثلا بالنسبه للونش قلب دفاع النادي الزمالك مجتهد الفتره اللي فاتت ديت، واحنا شايفين الراجل حس ان هو ممكن ياخده في مباراه مثلا الكويت الحبيه، منتخب الكويت المباراه القادمه، ده برضك من ضمن الناس اللي بيحضرها. يمكن محمود عبد العزيز لعب نص الملعب من ضمن اللعيبه. كلام على الجزئيه دي يا كابتن، اللفت السوليه ولا محمود عبد العزيز؟ بالظبط يعني السوليه نفس الكلام. يعني السوليه الفتره اللي فاتت بصراحه ادى مردود بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي ومع حسام البدري، ويمكن كان من افضل اللعيبه اللي موجودين في نص الملعب في الحته بتاعت رفع الديفندر دي. السوليه برضك وجوده الفتره اللي جايه، يعني لو ما لحقش كاس العالم لكن هيبقى تقدر تقول بس كابتن ده شرف كبير جدا كاس العالم. ما انا معاك يا محمد، كل لعيبه مصر خد بالك عايزه تروح كاس العالم، شرف كبير ليها. لكن في اولويات، الراجل بيبص على الناس اللي عندها خبرات، الناس اللي استمرت معاه، الناس اللي اشتغلت معاه، واخد بالك انت ازاي؟ لكن عايز اقول لك ان اللعيبه ديت قدرت ان الفتره ديت تثبت وجودها من خلال مباراه النادي الاهلي والمباراه الافريقيه وكاس مصر والبطوله العربيه، ويمكن ده يمكن بيشفع للسوليه انه بقى عنده خبرات اهو، يعني ما تبقاش قلقان عليه. يمكن لسه الونش بقى له 3 4 مباريات بيأدي بأداء كويس في المكان ده، لكن محتاج وقت عشان يبدأ يتقل بلغة الكورة. النقطة المهمة كمان يا محمد، انك انت لما بترسم الاستراتيجية مستر كوبر بالنسبة لتكوين الفريق، بيبقى عنده حراسة المرمى 3 لعيبة، وممكن يبقى فيه لعيب رابع. نيجي مثلا في خط الظهر،
الباك رايت لعيب اساسي ولعيب بديل قلب الدفاع، واخد بالك الاستراتيجيه دي بتبقى واضحه عنده بشكل كبير جدا، بيعتمد فيها على اللعيبه الاساسيه والبديل اللي بيخش اللي هو الجاهز الكف لو حصلت ظروف للعيب الاساسي اجهد اصابه، واخد بالك يبقى عنده البديل. لكن يا كابتن من وجهه نظرك الاختيارات منطقيه، انا شايف منطقيه بشكل كبير جدا، وعايز اقول لك حاجه ان هو كان عقلاني وكان واضح ان من خلال التعاقد معاه محمد ان الهدفين اللي اتطلب منه حققهم بنسبه 100%، صحيح وصول كاس الامم الافريقيه ثم كاس العالم. احنا نتمنى بس ان نجح كاس العالم، نعدي نتمنى ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله بالمجموعه دي عندنا منتخب قوي نقدر نعدي باذن الله المرحله الجايه. قبل ما نروح لافريقيا كابتن بس خلينا نروح لفيديو كده خاص بدوره تدريبيه لاكتشاف المواهب كانت موجوده في مركز شباب الجزيره بحضور كابتن عبد العزيز عبد الشافي وعدد من نجوم الكره المصريه. امامنا على الشاشه هذا الفيديو طبعا كابتن احمد حسام ميدو، ايضا مدحت عبد الهادي، كابتن حازم امام، كابتن زيزو، كابتن زيزو كان متواجد. يعني ده يعني اكتشاف المواهب ده شيء مهم، احنا كنا بنتكلم على موضوع محمد صلاح وحته اكتشاف المواهب اللي جايه الفتره اللي جايه، وطموح كل واحد من دول اكيد يا كابتن. طبعا مهن الموهبه يبقى موجود في اي دوري من الدوريات الاوروبيه أكيد. او يلعب حتى في انديه كبيره في مصر منه طبعا للدوريات الاوروبيه، ده شيء مهم جدا. عايز اقول لك محمد كمان ان اختبارات الانديه بدات من 1/5، يعني الانتاج الحربي بدانا، احنا بدانا من 1/5 نشوف الاولاد من الاعمار السنيه، المملكه العرب بدا، بعض الانديه الثانيه يمكن النادي الاهلي افتكر هيبدا، الزمالك بدا، واضح كمان حتى الناس بدات تشتغل من بدري في اكتشاف بقى المواهب من القاعده تحت لحد السن طبعا اللي هو 99 97 اللي تحت الفريق الاول. فعايز اقول لك ان بدا الناس تشتغل، بدا الناس تجتهد بشكل كبير جدا يعني ان شاء الله في اختياراتهم، اختيارات تبقى مميزه طبعا طبعا، يعني ان احنا نلاقي لعيبه مميزه، لان في احنا عندنا يعني ما شاء الله سواء بقى في النجوع والاقاليم موجودين في موجودين بشكل ما شاء الله دي صراحة. يعني طبعا حته البعد عن القاهره دي بتفرق معاهم، لكن كان زمان كابتن في الكشافين شويتش موجوده شويه كده، والله بقى موجودين يعني عارف في الانديه، في كل نادي فيه يمكن كشافين ثلاثه اربعه. عايز اقول لك كمان حاجه اللي اسمها الاكاديميات، اكاديميات بدات دلوقتي كمان تعرض ولادها، ودي برضك مع مراكز الشباب بدات توسع لك القاعده في الاختيارات بالنسبه للقاعده تحت. فانا عايز اقول لك ان ما شاء الله المنظومه بدات يعني توسع بشكل كبير جدا، الاختيارات بقت على اعلى مستوى، كل الانديه بتركز في الاختبارات من جميع الاعمار السنيه، واخد بالك من اول المسابقه يمكن بتسع سنين لحد مواليد 97 بتبقى اختبارات واللجان موجوده ورئيس القطاع والمدربين، وكل مدرب بيبقى عنده تكوينه للفرقه، ايه النواقص اللي ممكن يحتاجها من الاختبارات، ايه النواقص اللي ممكن يحتاجها من الانديه الاخرى، يعني حتى المدربين بقى عندهم نوع من الفكر ونوع من الشغل بشكل كبير جدا. نتمنى عمليه تطوير كره القدم وليس لاعبين فقط كابتن، المدربين ايضا طبعا المنظومه ككل مهم جدا، هو يعني طبعًا. هي حلقه متكامله كده او دايره بالزبط. متكامله بالظبط بالظبط، اتمنى ان شاء الله ان هي تبقى كلها في احسن حالاتها. خليني بقى نروح للمباراه الغدا كابتن، مباراه الاهلي وكامبالا سيتي الجوله الثانيه، جوله مهمه. احنا عندنا بكره يعني بعد الماتش بتاعنا ان شاء الله في الترجي وتاونشيب ان شاء الله هتكون الساعه 9 تقريبا ان شاء الله، ويهمنا برضو ان احنا ما بنبصش طبعا لنتيجه المباراه الثانيه، ان احنا يهمنا نتيجتنا احنا كابتن. يمكن تعادل الاهلي مع الترجي الى حد ما هيديك دفعه مختلفه خارج ارضك، هيديك شكل مختلف في ان انت عايز ايه من المباراه. ايضا الناحيه الثانيه كابتن عنده ضعفه، هو فريق خسران عايز يبقى بيلعب على الارض وعايز ثلاث نقاط بالنسبه له، وثلاث نقاط مهمين هنا هتبقى صعوبه المباراه كابتن ماهر. يعني زي ما قلت كده محمد ان فعلا انا عايز اطمن الناس بس ان احنا السنه اللي فاتت لو تفتكر برضك ان تعادلنا اول مباراه في الافتتاح البطوله الافريقيه مع زاسكو بالظبط، والناس كانت قلقانه جدا وجمهور الاهلي قلقان وازاي وما ينفعش وهتعطلنا واحنا المفروض ان احنا نبقى يعني اول ناس نكسب المباريات ديت ونبدا يعني نبقى اول الجدول. كل الامور دي عايز اطمن بس فيها جمهور النادي الاهلي ان انت الانديه الكبيره محمد، الانديه اللي ليها باع كبير جدا زي النادي الاهلي، نادي القرن، نادي القمه، اللي صاحب البطولات الكبيره بمجلس ادارته بادارته الفنيه بجمهوره بلاعبته، النادي الاهلي كبير بصراحه يعني، والهزات الصغيره دي وارده بشكل كبير وما بتأثرش على المؤسسة أو بتأثرش على المنظومة. يعني امبارح يمكن شفت الكابتن حسام بيتكلم في مؤتمر يعني بيطمن الناس، يعني
ان ورد على الفرقه الكبيره محمد ان لما بتوصل للقمه اوريدي الكيرف بينزل بيك، الكيرف اللي بينزل بيك انت بنحتاج عوامل بقى عشان تطلع تاني للقمه وتبدا تحافظ عليها. والاهم يا كابتن ما تنهارش يعني. لا في 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 حته مهمه جدا كان بيحصل على مدار التاريخ ان يعني بيحصل لك هزه اللي انت بتتكلم عليها، لكن حته الوقوع خالص دي واللي تلاقي النتائج بتنهار لا دي مش موجوده عند النادي الاهلي، لان احنا عارفين اهدافنا وعندنا القاعدة الأساسية اللي تخليك ترجع بسهولة، والفكر نفسه الفوز، وعندنا جمهور أيضا كمان بيقف في ظهرك، وده أهم حاجة، وده اللي أنا كنت بتكلم فيه في الماتشين الأولانيين يا كابتن. ماتش الزمالك مثلا هو لقاء خاص مختلف عن بطولة الدوري لأن ده لقاء قمة، ماتش الأسيوطي وخروجك من كأس مصر ده كان جمهورنا صراحة تعامل مع الموقف بشكل مميز جدا، إن أنت عندك هدف ما بعد المباراه دي خلاص انت بتقفل الصفحه وتبص لبطوله افريقيا، فعندنا الجزئيه دي وهو الجمهور الاساس في الجزئيه دي ان هو يوقفك تاني على رجلك يعني. اكيد وجمهور واعي وعنده ثقافه وبيبدا يحس بلعبته وهو مشفق على لعبته وعلى جهازه خلال الفتره، ان الناس بقى لها سنتين شغاله في طاحونه كل ثلاث ايام مباراه وطالعين من بطوله رايحين بطوله داخلين بطوله، ملف بيتقفل هنا بيفتح ملف تاني بيتقفل بيفتح ملف تاني، يعني قصه محمد متصلة. متواصلة بشكل كبير جدا، وده اللي حصل واللي يمكن أثر بشكل كبير على نجوم فريق النادي الأهلي، الإجهاد والإصابات اللي وقع على النجوم أثر بشكل كبير، إنك أنت كل الناس اللي اتعورت لما تيجي تحسبها كده هتلاقي أكتر ناس لعبت في الدوري العام، أكتر ناس لعبت في البطولة العربية، أكتر ناس لعبت مثلا في كأس مصر، أكتر ناس هتلعب في البطولة الأفريقية. موضوع إصابة النجوم أثر بشكل كبير جدا حتى على الأداء وشكل وأداء النادي الأهلي، وده طبيعي لما عندك أنت 3-4 لعيبة أساسيين وبيمثلوا قوة، كل واحد في الخط بتاعه بيمثل قوة بيعتمد عليها بشكل جيد، مرة واحدة تفاجئ أنك أنت مش موجودين أكيد بيأثر بشكل كبير، لكن ده مش عايزين نقلل من قيمة مش عايز أقول البديل، لكن الزميل اللي بيخش بقى اللي بيكمل مشوار، كلهم نجوم ونجوم على اعلى مستوى، وده اللي خلى حتى النادي يتعاقد معاهم، انت عندك احسن 29 لعيب كلهم محترفين كلهم مميزين، النادي الاهلي فعلا اختياراته كانت يعني ايجابيه، اختار اللاعب المناسب في المكان المناسب. اكبر تجربه يمكن بتاعت اياكس واعتزال الكابتن حسام غالي، انك انت شفت اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو اللعيب اللي هيكمل مشوار زميله، شفنا مروان محسن في الحته القدامانيه، شفنا صلاح محسن في الحته القدامانيه كمان بينافس وبقوه، خامه من الخامات المميزه في المكان ده، ممكن يبقى موجود في المباراه اللي جايه بصفه اساسيه كقوه ضاربه، واخد ثقه في مباراه اياكس، انا شايف ان الكابتن حسام ممكن يديله دفعه، عندنا ميدو جابر بيأدي بشكل كبير، عندنا وليد ربنا يديله الصحه، وليد من العناصر الخبره اللي موجوده في الخط اللي في الخط الهجومي بشكل جيد، شفنا يمكن باقة على فترات دفع بيه الكابتن حسام، شفنا السليه في نص الملعب المدافع، شفنا حسام عاشور، شفنا في خط الظهر احمد فتحي، شفنا نجيب، شفنا ايمن اشرف، شفنا محمد هاني، يمكن معلول موضوع الاصابه عندك مشكله معلول وجاي يمكن 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 الحته بتاعت الشمال دي اللي فيها معلول يمكن هي اللي مقصره بشكل كابتن، خلينا بس احنا صراحه كده شويه، المجموعه اللعيبه اللي بتشارك مكان اللعيبه اللي هم كانوا مستمرين بشكل كبير على مدار الموسم، هل ما ادوش في الفتره اللي فاتت بنفس الشكل اللي كان مطلوب منهم؟ ودي بتبقى فرصه، انت لعيبه كابتن لما جيت تلعب في النادي الاهلي، ما اللعب في النادي الاهلي ده شيء صعب مش سهل طبعا، انت جات لك فرصه وتمسكت بيها بالظبط، هي دي يعني من وجهه نظر حضرتك كابتن ماهر. بص يا محمد، هي محتاجه وقت ومباريات، يعني انا عشان تديني فرصه لازم العب مباراه واثنين وثلاثه واربعه عشان تقدر تحكم عليها صح. لكن انت لما تديني فرصه مباراه واثنين بيكون اللعيب الاساسي من الاجهاد رجع، فبضطر يدي اللعيب اللي بس انا بسيب علامات يا كابتن، بسيب بما معناه اثر جيد في ذهن المدير الفني ان انا لا انا موجود لازم العب، ما هي دي النقطه، واكيد بفرض نفسي،
ما فيش مدرب يا كابتن، انا دي اتعلمتها في الكوره، ما فيش مدرب ما بيبقاش عايز يكسب، ما فيش مدرب ما بيبقاش شايف ان العيب هيبقى موجود وبشكل بيكسر الدنيا قوي ومش هيلعب. لا ودي حقيقه. يعني انا عايز اقول لك ان مؤمن بعد اعاره مؤمن ما حسيناش بالمكان بتاع مؤمن، ان في يعني حسينا بان مؤمن فرق، ان بقى في مكان مؤمن مش موجود، حصل تاثير في الجزئيه دي. مظبوط. اجايه نفس الكلام، يعني حسينا ان بعد اصابته ما حسيناش ان اللي بيجي اللي راكب في الجزئيه دي بيقدم نفس الدور وبيقدم نفس المستوى. وليد سليمان مش موجود، واخد بالك، ما بنحسش ان اللي بياخد دور وليد سليمان اللي بيقوم بالدور بتاع وليد سليمان. ازارو كراس حربه ما حسيناش ان مروان محسن، وقلنا ان مروان محتاجين ان مروان يلعب عشان ياخد الثقه ويعود لمستواه ويبقى لعيب راس حربه يعني يزاحم فيها ازارو، ما حسيناش بدي. صلاح محسن على استحياء بياخد تلت ساعه نص ساعه، شفناه المباراه اللي فاتت. يعني هو توفيق كمان، انه واضح ان هو لعيب كويس، بس لعيب كويس إن هو عايز هدف، يعني ده هيرفع المعنويه بشكل كبير، عايز، واخد بالك كابتن فاروق. لو هنرجع لنص الملعب الدفاعي هنلاقي ان بعد اعتزال حسام غالي مش حاسين ان في حد، يعني السوليه بنحييه، واخد بالك، ان السوليه قدر يحسسنا ان في بديل لحسام غالي وبديل كفء وواعد وقادم بشكل كبير. حسام عاشور لما بقاش موجود بنحسش برضك ان البديل بتاع حسام عاشور ان هو قادر ان هو يعني بلغه الكره يركب بقى على 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 مكان حسام عاشور. ما زي ما انت بتقول ان انا عايز 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 اخد فرصه ازاحم بقى فيها النجم ده، واحسس بقى الكابتن المدير الفني ان انا مش اقل منه. اول حاجه يا كابتن، كان زمان انت بتاخد فرصه واحده بس واحده بس الا كده مش يعني عمرو حديد، انا فاكر في اللقاء معاك قال لك انا قعدت 16 مباراه على الدكه ما بلعبش، وبعدين لما خدت فرصه بقيت عمرو حديدي. هي كده يعني نفس كلام احمد فتحي، بيخش محمد هاني بيأدي، لكن مش حاسين ان في حاجه ناقصه. احمد فتحي بيخش باسم على استحياء اصابه، وبعدين بيخش لعب كويس، لكن برضك مش حاسين ان الاثنين دول عايزين يخلصوا على احمد فتحي بلغه الكوره. معلول لما موجود مش حاسين ان رحيل، ان انا اخاف على مكاني، قصدك بالظبط، ان انا كلاعب اساسي اخاف على مكاني. وخد بالك كمان عايز اقول لك حاجه محمد، بتطمن اللعيب الاساسي ان انا هرجع. طب هي دي المشكله عند اللعيبه كابتن، يعني طبعا كل احترامك كابتن حسام بدري، يقول لك كابتن حسام بدري الى حد ما خلاص، يعني اللعيب الاساسي هو شايف انه مش هيتغير، موجود الاحساس ده واصل للعيبه. بالظبط، ممكن واصل للعيب، وفي نفس الوقت انا كمدير فني انا عايز اكسب. انا عندي بطوله الدوري وبطوله الكاس وبطوله افريقيه وبطوله عربيه وكاس مصر، فانا مطالب ان الاهلي بخمس بطولات. فمش هفضل ادي بقى للناس دي وابدا افقد في بطوله في اثنين في ثلاثه. وبعدين خد بالك يا محمد، انا لما بدي ايه؟ بدي عنصر اثنين، ما اقدرش ادي ثلاثه اربعه، هيلخبطوا لي الدنيا. يعني خد بالك، اي نعم لعيبه النادي الاهلي هضمه الطريقه، مجموعه من النجوم واللعيبه كابتن اسمائها تخلي الجماهير بتطالب ان فين هاني، فين صلاح محسن، فين يعني اسامي كتير جدا، فبالتالي وهو مطالب ان هو يلعب 11 لاعب، وبالتالي ما يقدرش يلعب في حته التشكيل والجزء الاساسي ده لان هيخسر كتير. بالظبط، ما يقدرش. ما هو وانت شايف اهو لما بدا يلعب، وبدات الناس تصاب، وبدا يلعب في فرقه ويخش ثلاث اربع عناصر، ما خسرنا الزمالك، دخلنا على كاس بردك نفس الكلام، اللعيبه الاساسيين مش موجودين، دخلنا بالثلاث اربع لعيبه تانيين، خسرنا الاسيوطي، طلعنا من الكاس. طب حته ان انا اغير خطط يا كابتن، يمكن انا كنت ببني خطط معينه على مجموعه من اللعيبه، مجموعه اللعيبه زي اجاييه زي واد ازارو زي ابتدوا اصابات نتيجه الجهاد اللي احنا بنتكلم عليها. هل كان وارد ان كابتن حسام يغير جزء الخططي بطريقه اللعب مثلا عشان يحل الجزئيه؟ اكيد يعني ده بعض الحلول. برافو عليك يا محمد، بعض الحلول اللي بيلجا ليها المدير الفني، واخد بالك، انك انت في حاله الاصابات اللعيبه المميزه اللي عندك اوجدت البديل، والبديل هتحس ان هو مش بنفس المستوى، ممكن غير طريقه اللعب من 4 2 3 1 لطريقه 4 3 3 او طريقه 4 4 2، واخد بالك. يعني بعض الطرق اللي بيلجا ليها المدرب لما وحسب القماشه اللي موجوده عنده، حسب القماشه اللي موجوده عنده والتغيير اللي هيبدا يضيفه
واخد بالك؟ يعني مثلا عندي عنصرين زي مثلا مروان محسن وعندي صلاح محسن، المانع ان العب بطريقه 4-4-2 خصوصا انا ما عنديش وليد وما عنديش مؤمن. يعني دي ممكن العب 4-3-3 3 في نص الملعب، بزود نص ملعبي وابدا اربط بجناح ناحيه اليمين وجناح ناحيه الشمال وراس حربه، والكره تبقى ناحيه الجناح اليمين. يبقى مسميات يا كابتن وانت في جوه الملعب الخطه بتختلف. لازم ما انت برضه خد بالك التكتيك يا محمد اللي بتلعب بيه من خلال فتره الاعداد انك انت واحد دي موجوده يا كابتن، انت موجود. هي الشكل بيبقى انت بتقول المسمى وتحط اللعيبه، يمكن بتبقى في الحاله الدفاعيه اكتر، لكن الجزء الهجومي بتعتمد بقى على انت تعليماتك الكثافه العدديه. تزيد انت قلت مثلا في الجزء الهجومي هلعب بثلاثه دخل ال 18، لكن انا شفت ان كمان بيكمل معاهم واحد رابع يبقى اربعه بيكمل معاهم الحريه يا كابتن. بالظبط ممكن ادي الحريه بتختلف بقى. انت في نص ملعب الخصم خلاص الطريقه هنا بتبقى. طب جزئيه كابتن انا لازم اكلمك فيها، وانت واحد من اللعيبه المميزه في الجزئيه دي كابتن، كواحد من اللاعبين المميزه في حته السيرد باك والمساك، احنا جزئيه ان انت تطلع بالكوره من تحت لفوق قلت شويه. قلت عن يعني شفت في نص الموسم كانت الامور ماشيه بشكل كويس، وايام حجازي كانت الامور ماشيه بشكل كويس الى حد ما الامور اختلفت. هقول لك قلت امتى محمد؟ لو زمان انا كنت قلت لك ان زمان كان اسلوب قلبي الدفاع بيعتمد على القوه والتشتيت، وبعدين حصل التطوير بقى لما جه حسن حمدي وجه مصطفى يونس وجه برامي يوسف حسنوا الجزئيه دي. الجانب المهاري في الحته اللي ورا بدا يبقى يطلع بالهجمه من تحت منظمه، هو اللي يبتدي الهجمه ويطلع على اطراف. تفرق قد ايه يا كابتن؟ تفرق كتير جدا الهجومي بالنسبه للفريق، بالنسبه ل 75% اللي بتطلع من تحت صح، يبقى انت عندك 75% من الجانب التكتيكي الهجومي طالع صح، وفرصه احراز الهدف بتبقى قريبه. حته تخيل على الفريق بشكل كبير باستمرار. تخيل لكن بقى لو ما طلعتش من تحت تعمل لك غربله وتعمل لك بوظان وعدم ثقه وعدم ثقه وتدي ثقه للخصم انك هتضطر تلعب الكوره الطويله فيقدروا يصطادوها يبتدوا بيها هجمه. فبعد ماتشات الزمالك يمكن احنا لجانا الكوره الطويله الماتش اللي فات ده لجانا الكوره الطويله نادي الزمالك يمكن محمود علاء والونش اصطادوها نزلت نص ملعبهم خدوا ثقه لان هم كانوا بيلعبوا ثلاثه في نص الملعب كمان. حصل تطوير بقى في الحته ديت لما جه عماد النحاس. صحيح لسه كنت اقول لك عليها دي. عماد هو بالظبط هو اللي بدا بقى يطلع لنا الكوره من تحت بالنظام، واخد بالك؟ وبتبدا من تحت من خط الظهر لنص الملعب على نص الملعب للمهاجمين. فعماد النحاس كان بيديلك الثقه دي وبيديلك الامان ده. جه حجازي زود لنا الحته دي. واحد بقى برضو يعني الفيرود وبقى يعني كابتن مصر كابتن النادي الاهلي كابتن مصطفى يونس كان فيرود طبعا. طبعا طبعا ده يعني كان مكسب كبير ومصطفى مصطفى هو اللي طور لنا الحته دي. مصطفى مساء الخير عليك كابتن. ايوه ازيك يا كابتن منور طبعا وكابتن مرعي امامي. يا كابتن مصطفى كل سنه وانت طيب يا كابتن. انا بفكر يا ماهر انا وانت نركب الطياره الصبح ونلعب الماتش ده. حبيبي حبيبي بص لسه بقول لمحمد قلت له محدش طور الحته دي. كبار يا كابتن ده انت محدش طور الحته دي الكابتن مصطفى يونس. بقول لك ايه كنا بنتصرف انا وانت في الماتشات دي. اه طبعا ده انتوا جابوا لنا كاس افريقيا من اول ماتش يا كابتن على طول على طول. بقول لفاروق يا كابتن مصطفى بقول له كابتن مصطفى يونس اللي طور الحته بتاعت قلب الدفاع والليبرو دي زمان كانت بتعتمد على قوه بس كان عشان كابتن مصطفى كان فيرود اصلا. برافو عليك عشان القدرات اللي هي الحساسيه بتاعت الكلاعيب جاب يا ماهر يعني بد منيع ودراع يمين وشمال وفوق وتحت وكل حاجه الحقيقه. الله يخليك يا المنظومه كلها ما هو طبعا ما هي القصه مش قصه مدافعين ونص ملعب القصه قصه منظومه متكامله في الملعب. هي دي اللي دي الفكر وانت عارف كنا ازاي بنواجه اللي قدامنا وازاي نمسكه وازاي يرحله وازاي يقابله وزي عصابه كل الكلام ده في الكوره يا ماهر انت عارف. طيب كابتن مصطفى يمكن انت قلت دلوقتي حالا الماتشات دي كنا بنتصيد فيها، المطلوب بكره من لعيبه النادي الاهلي عشان يرجعوا لنا بثلاث نقاط وخصوصا ان احنا المباراه الاولى تعادل واحنا محتاجين نتيجه ايجابيه عشان نرجع مره اخرى ل يعني منافسه في المجموعه بشكل كبير. انا قبل ما اتكلم في الموضوع ده يا محمد عايز اقول للناس جمهور النادي الاهلي العظيم النادي الاهلي مش بماتش خصم او ماتش كسبه، النادي الاهلي منظومه والكوره لازم يعرفوا انها مكسب وخساره، النهارده انت كويس بكره مش كويس، انك هتكسب على طول ولا هتخسر على طول. صحيح. انا يعني مستغرب من الحمله اللي على حسام البدري دي عشان ايه يعني؟ عشان خسرنا ماتش؟ طبيعي يعني احسب كده احسب التوتال ما تحسبش بالماتش. احسب السنه جاب كام جول ودخل في كام جول وجاب وضرب كام ماتش وكسب كام ماتش وتعادل كام ماتش. هي بتتحسب كده.
حاسب مش بتحاسب بالماتش. لما تيجي تقول لي بتغلب الزمالك وهتاخد الدوري اقول لك لا انا بتغلب من الزمالك وهاخد الدوري. لان ده التاريخ ده اللي بيتحسب يعني. كلام مظبوط يا كابتن صحيح. لكن عايزين نتكلم ماتش بكره، ماتش بكره مهم جدا. حته القلب دي بقت مشكله بالنسبه لنا وبقت عدم ثقه الجماهير والناس. لكن كل ماتش له ظروف لازم نعرف كده. والنادي الاهلي عودنا دائما يمكن ثلاث سنين مبادئ بعد ماتش الزمالك، لكن احنا كلنا ثقه في لعبتنا، كلنا ثقه في جهازنا الفني اللي رجعوا لنا بنتيجه ايجابيه. مطلوب من اللعيبه كابتن يعني المطلوب يا كابتن بكره يلعب اي ماتش بره جوه كان 50% الاول صحيح، باسمه وشعبيته وقوته وتاريخه وحاجات كل دوت بيتمثل في اسم النادي الاهلي وانت نجوم كبار من لعيبه النادي الاهلي. لكن الاختيار مهم جدا للعيبه، التغيير مهم جدا للعيبه، القراءه للملعب مهمه جدا لحسام البدري على اساس ايه؟ وده ان انت بتبني عليه شغلك. انت بتبني عليه شغلك. احنا بكره مش عايزين فرصه تضيع عشان نرجع بالثلاث جول. صحيح. مش عايزين فرصه تضيع بكره. النقطه الثانيه ما يجيش من جول. لازم اقلل نفسي كول قوي قوي قوي. ومعاك واحد من اعظم المدافعين اللي في مصر يا محمد. اكثر وقت لازم تمسك فيه وانت بتهاجم. صحيح. يعني كانت التعليمات كده ماهر جنبك ولا قدامك. يعني اكثر وقت انت بتهاجم فيه انت لازم تدافع. تبقى حذر جدا يا كابتن طبعا، تبقى حذر بشكل كبير. ما انت يعني دوري المجموعات ده بقى صعب جدا بعد شكله الجديد في البطوله، بتقابل فرق قويه. لكن كابتن مصطفى خليني اقول لك، بكره انت بتلعب ارض، بتلعب جمهور، بتلعب رطوبه موجوده، التعامل مع المباريات اللي زي كده ما كنت اكيد الجو كان موجود بنفس الطريقه، بتعمله ايه يا كابتن او المطلوب من بكره من اللعيبه من وجهه نظر حضرتك ونصيحتهم؟ الرطوبه العاليه دي المفروض الكره اللي تلعب مش انت اللي تلعب، الكره اللي تتحرك كتير وتوفر مجهودك لكل وقت، لازم تلعب في 30 40 ياردة، ما تجيبش عن كده، لازم تلعب من عرارات الدايره من قدام، يبقى بتتحرك كل لعيب بيتحرك في 20 30 متر. ما ينفعش تتحرك في 60 70 80 متر عشان تجيب زيت بعد كده. كل ده بعدين المطلوب اللمسه ولعبه واللمسه من مره واحده واللعب الطولي مش العرضي. واللعب الطولي مش العرضي، استغلال الفرص، الزياده العدديه في الهجوم وازاي اعرف اقفل ملعبي وانا بهاجم. كل دي حاجات اساسيه في الموضوع. الحته الثانيه المهمه ان احنا الترسيم بقى الماتشين اللي فاتوا، الترسيم ما بقاش يعني لهم تقل في الملعب. أرجو إن الماتش اللي جاي تبقى البداية لترصي الملعب، لكن كل وقت وليه أجان زي ما بيقولوا، كل ماتش له نقطة. صحيح. لكن ماتش بكرة مهم، مش عايز أقول لعادة الثقة، الحمد لله لعادتنا في خطر، منطقة عالية لجهازنا الفني، إحنا كأولاد النادي الأهلي، جماهير النادي الأهلي، وزي ما قلت إن إحنا ما بنتعاملش بالقطعة، إحنا بنتعامل بالموسم. صحيح. وإحنا الأفضل بكل المقاييس والمعايير. احنا الافضل. فبالتالي الهدوء مطلوب جدا، المزبط مش مطلوب نهائي، الخوف مش مطلوب نهائي، كل دوت عناصر تكسبنا الماتش بكره باذن الله. كابتن مصطفى يونس لو يقول لي تشكيل كده لفريق الاهلي بكره. انت عارف دي حته انا فاروق، انا تحس التشكيل دي المفروض اللي عارف الكلام ده حسام. حسام هو الاجهز مين والاصلح للمباراه ده مين؟ اكيد اكيد. لكن انت عندك خطوط رئيسيه. صحيح. في الملعب يعني. لكن انت عندك بس ازارو فارق، خلينا نعترف. ازارو اجايه يا كابتن مش فارق؟ كل ما هياخد ماتشات كل ما هيجي ان شاء الله باذن الله. اجايه كابتن واصابته برضه مش يعني بتشوفها ازاي برضه في انا والله انا شايف كريم نكفد لو خد هيبقى هيرجع كريم نكفد اللي هيروح منتخب مصر. وافتكر الجمله دي يا جماعه، اكثر حاجه تتعب اللعيبه انك انت ما يبقاش عندك ثقه في نفسك. لما يبقى الجهاز الفني ما عندوش ثقه فيه. لا هو كابتن حسام عنده ثقه كبيره في كريم، هو لعيب كويس طبعا. اي 11 وبعدين مش عايزين نغير المفهومه بتاعتنا يا فاروق. ال 11 الاهلي بمن حضر. صحيح. مش مهم مين، وعندنا تجارب كتير قوي. مش مره وخلاص، عندنا تجارب كتير قوي 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 قوي. وعندنا تجارب واحنا في وسط كنا بنطلع، يعني احنا ماهر جنبك كنا تعزنا نكسب دوري عام والاسبوع اللي بعدين نطلع نكسب. اللي يكسب يا كابتن البطولات افريقيه خارج ارضه يعرف يعني ايه قيمه الاهلي، سواء بقى في الترجي او في غانا في كوتوكو. البطوله يا فاروق لازم يكسب بره قبل كده. صحيح صحيح يا كابتن. اللي عايز يبقى بطل لازم يكسب بره قبل كده. صحيح. انا ده رايي الشخصي يعني.
ان شاء الله كابتن يبقى بكره مباراه مميزه ويعودوا بالثلاث نقاط يعني وتفرق معانا في ترتيبنا في المجموعه ان شاء الله. يسعد بكره بالعكس وبنادي ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا كابتن مصطفى وسعيد جدا بوجودك معانا طبعا كابتن ماهر. كل سنه وانت طيب يا مصطفى. سعيد تمام. جدا كل سنه وانت طيب. رمضان كريم عليك يا كابتن. امين رمضان كريم علينا وعلى امين ربنا ان شاء الله. شعب مصر وجيشنا وصفوفنا ان شاء الله. اشكرك يا كابتن. شكرا جزيلا كابتن مصطفى يونس طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي كان بيرفع كاس افريقيا طبعا. يعني اللقطه كانت جميله واستمرت بشكل كبير لما لغايه حتى الان طبعا نحصل على 8 اول بطوله محمد 82 ديت يعني. قعدنا تعذبنا يمكن 5 سنين قبليها كنا صغيرين في السن. مشهد طبعا مخرجنا بيقول لنا كابتن مصطفى يونس ابطال الدوري يا كابتن صح ولا ابطال الدوري كابتن اكرامي طبعا وعايز اقول لك مجدي عبد الغني وكابتن محمود الخطيب ومختار مختار محمد عامر وربيع وطاهر ابو زيد ومجموعه يعني حسام البدري وماهر امام مصطفى يونس مدحت رمضان مجموعه صحيح كلها يمكن منتخب مصر. قعدنا يمكن 4-5 سنين بنخفق نتيجه المشوار طبعا بتاع افريقيا اللي كل الناس كانت عارفاها الظروف الصعبه السنين كناش نضجنا لسه ما عندناش خبرات خد بالك عمرنا كان بين 22 سنه 23 سنه 24 سنه بالكثير لما وصلنا بقى لسن 26 سنه الناس نضجت بدأنا أول بطولة نحصل عليها 82 من كتوكو كانت البداية بقى والانطلاقة للبطولات اللي النادي الأهلي عاش عليها من خلالها يعني. إحنا أبطال أفريقيا كابتن. أه طبعًا. أبطال القارة. خلينا كابتن يعني كابتن صفا يعني قال لك الأهلي بمن حضر. كابتن ماهر وجهة نظرك كابتن حسام بدأ يعني هيبتدي بإيه؟ خصوصًا أكيد مباراة تكريم حسام غالي أياكس فرقت بشكل كبير في فكرة كابتن حسام البدري من خلال طبعًا التشكيلة اللي ممكن يلعب بيها مباراة الغد. بص يا محمد في عوامل ساعدت تخرجنا من اولا اعتزال حسام غالي جه في التوقيت كويس قوي ومناسب بالنسبه لنا خرجنا بقى من القصه الصعبه اللي عشنا فيها خلال الفتره الهزه الاخيره ديت ورحنا الامارات طبعا الاحتفال الجميل اللي كان قدام جماهير النادي الاهلي في دوله الامارات مرات اعتزال حسام غالي خرجتنا بقى العامل النفسي اللي احنا بنتكلم عليه كابتن حسام بيشتغل عليه حاليا يعني انك تروح هناك وخد بالك وتلعب مباراه اعتزال لنجم النجوم واحد من نجوم النادي الاهلي اللي مش هتكرره في المكان ده حسام غالي كانت مبادره جميله جدا من الجهاز الفني واللاعبين وزي ما احنا شفنا حصل اللعيبه خدت فرصه خرجت عن الجو المشدود المتنشن ادائنا حتى في المباراه دي محمد تحس ان في ارتياحيه تحس في انتشار تحس ان اللعيبه عندها مزاج ان هي تلعب وان هي تأدي بشكل جيد اولا رقم واحد تخرج من الحاله اللي هي فيها ثانيا تمتع جمهور مصر والنادي الاهلي اللي موجود في الامارات اللي هو جميل قوي كده صح طبعا باص جميل جدا من ميدو جابر استلام من مروان محسن وبعدين ما صبرش عليها يعني وهي نازله طبعا اخذها فيرست تايم دي حلاوتها يعني هي الطبه والثانيه واخد بالك بذكاء بوش رجله لف وسطه بشكل كبير ده حسام غالي طبعا البلي ميكر الراجل اللي هو الكاباتينو اللي هو المعتزل بشكل جيد دي لمحات من اداء حسام المتميز اللي هو بيحب يكيف لعبه يكيف نفسه بلغه الكوره يعني عارف حسام لازم يمسك الكوره مره واثنين وثلاثه ويحس بيها بمهاره ويلف بيها ويروح بيها عشان يبدا ياخد الثقه طبعا جمهورنا اللي اتمتع بهذه المباراه عايز اقول لك يا محمد ان المباراه دي في التوقيت ده اديتنا نوع من الثقه رجعت ثقه الجهاز تاني ثقه كمان لما المكسب فريزة مكسب جميل اكس فرقه من فرق كبيره واحنا الحمد لله طول عمرنا يعني كعبنا عالي جدا على الفرق الاوروبيه امثال بنفيكا وريال مدريد وبرشلونه وكل الفرق اللي جت مصر او خارج مصر قدرنا نتفوق عليها برشلونه لا برشلونه لا يبقى أيوة اللي جاي بقى ان شاء الله التكريم اللي جاي برشلونه لسه شويه احنا ريال مدريد وروما ويعني مجموعه بنفيكا طبعا ومونشنجلادباخ فطبعا كلها اسماء وفرقه كبيره جدا بشكل جيد طبعا استعدادنا لهذه المباراه زي ما مصطفى يونس قال روشيتا يعني عايز اقول مش عايزين نقصوا على الجهاز الفني واللاعبين يعني ما ينفعش الحساب اللي هو بالقطعه النادي الاهلي طول عمره بيحاسب الاجهزه الفنيه واللاعبين ما ينفعش طول الموسم انت ماشي كويس مدار الموسم انتهاء مش حاطط لك سبع على طول يعني حته الماتش او مخرجنا بينا مش جاي ده هو يا ريت احنا اتكلمنا عليها فيش كابتن حتى البني ادم بيمرض في مرات وبيرجع بعد كده طبعا تاني يعني. ده محمد دي اول مباراه العبها انا مع كابتن حسن حمدي مش جلادباخ كانت 76 كان فيها 130,000 متفرج ودي كانت اول كنت لسه طالع من تحت 19 سنه يعني كنت اول ناشئ يلعب مباراة دولية بهذا الشكل فكانت الحمد لله يعني فيها توفيق كبير جدا
من ربنا سبحانه وتعالى. وعايز اقول لك ان المباراه دي يا محمد ثقه اللاعبين بتلعبوا بطريقه كام هنا كابتن؟ احنا 4-3-3 ما خد بالك الطرق موجوده، الطرق اللي موجوده الحديثه والقديمه موجوده، خد بالك. و4 4 2 واخد بالك. عايز اقول لك ان الروشيتا اللي قالها كابتن مصطفى يونس للاعبتنا ان النادي الاهلي طول عمره نادي بطل، النادي الاهلي طول عمره نادي البطولات. اللعيبه دي وقيمتها محمد رايح عشان تكسب المباراه، عشان تكسب المباراه لازم عندها ثقه في ادائها، ثقه في جهازها، ثقه في انها بطل افريقيا، ثقه واحتراما في الخصم اللي هيقابلها خارج ملعبها، ثقه في الجمهور اللي هيبقى ضدها طوال المباراه. ما يجيش فيه جول يا محمد في اول ربع ساعه، لازم تحافظ بشكل كبير جدا. حسام البدري هيختار التشكيله ويختار التوليفه المناسبه لهذه المباراه اللي بتجمع بين الدفاع وبين الهجوم، اللي بتجمع بين النشاط وبين الحيويه، بتجمع بين المهاره، بتجمع بين الجمل التكتيكيه، بتجمع بين الهدافين المميزين. النقطه الثانيه انك انت عشان عامل الجو محمد ورطوبه، كلنا عارفين دي دروس النادي الاهلي عارفها والمصري عارفها والزمالك عارفها، لعيبه الزمالك ولعيبه منتخب افريقيا، طول ما الجو هناك فيه رطوبه عاليه المهم جدا في ادائك خلال 90 دقيقه انك انت الباص اللي هي الكوره هي اللي تعمل الشغل، التمرير التمرير التمرير، وده اصعب حاجه، بيدي لك ثقه. بس منك كريم قال لك الملعب وحش كابتن، تعمل ايه في جزئيه زي كده كمدير فني مثلا في ان الملعب وحش؟ لو الملعب وحش مش هيساعدني في حته الباص يا محمد، يبقى انا لازم الجا للكور اللي هي مش الطويله، الكور المتوسطه الطول، واخد بالك، وابدا احط كوره في نص ملعب الخصم. خصوصا كابتن معلش يعني هي الفكره في ايه؟ حته ان انا من الكوره الرجل الرجل لازم ملعب كويس، ملعب مظبوط على ارضي بشكل كبير مزبوط. لكن في ملعب زي كده الامور هتبقى صعبه. انا من وجهه نظري يعني ان انت تنقل نفسك في نص ملعب باسرع ما يمكن. الخصم هو ده المطلوب، عشان انت يعني من الاخر عليك. انت مش هتعرف لو الملعب بالشكل مش هتعرف تساعد زميلنا كريم احمد، يبقى انت مش هتعرف تتعامل بالزبط. هتلاقي ميس باص كتير بالظبط. وبعدين غير كده كمان انت هتضطر تجيبه من عندك، كل ما يبقى في ميس باص كل ما هيضطر ياخده ثقه ويبدا يقولك. فانت زي ما انت قلت محمد ابدا انقل، يعني ده مثل اهو، انت النهارده عندك ادي 1 2 3 ده ملعب رائع ده، يعني من ضمن ميدو جابر طبعا من ضمن الكثافه الهجوميه للنادي الاهلي خصوصا في نص ملعب الخصم، نص ملعب كامبارا سيتي هيساعدنا بشكل كبير جدا. اولا هيوقعهم في الاخطاء، ثانيا نقدر نجيب منها فاولات جانبيه، نقدر نجيب منها فاولات مباشر، نقدر نجيب منها كور ثابته، كورنر نقدر نستغله، نقدر نجيب منها ضربه جزاء. انت عارف برضك معظم الفرق الافريقيه محمد خط ظهرها ضعيف، فانت النهارده لما تقف في نص ملعب وتقدر تلجا للجمل زي دي، الحاجات اللي فيها الدبل باص، بص صحيح، بص محمد اللي في العمق هو ده، ده مفتاح من ضمن مفاتيح بقدر الجا ليه، الدبل باص اللي هو بين 1 2 3 يعني اهو، ادي ضمن الحاجات اللي بداوا لعبتنا ما شاء الله عندها نوع من الوعي التكتيكي تقدر تستغله في الحاجات اللي بشكلتها. تاني حاجه محمد، وانت في نص ملعبنا بالدافع اكيد ظهرهم بيبقى مكشوف ان هو هيخش بمعظم لعبته في نص ملعبك انه عايز يكسب، فانت تقدر كمان تعتمد على الكونتر اتاك اللي انت بتتكلم عليه بدون التسليم والتسلم اللي هو فيها نقله، والثانيه ورا مدافعي كامبالا سيتي نقدر نستغل، عندنا سرعات ميدو جابر عنده سرعات. طب ما قلتليش تشكيله كابتن لغايه دلوقتي. طب يعني نرجع قبل ما نخش بقى في الحته الفنيه، بعد مباراه اياكس بينت شويه حاجات كده كابتن حسام البدري، يعني خليته الى حد ما هيبقى التشكيل بالنسبه له ممكن يبقى متقارب للي انت هتقوله. انا يعني. انا عندي احساس طبعا بعد مباراه اعتزال حسام، انا عندي شريف اكرامي عوده تاني لحراسه المرمى، واخد بالك، احمد فتحي في الباك رايت، سعد سمير. شريف اكرامي كابتن؟ شريف معقوله؟ ماشي لان هو منضم للمنتخب، خد بالك، فانت عشان تضم راجل المنتخب مش مباراه واحده، صحيح، يعني لازم تديله اكتر من فرصه. مباراه زي دي يعني هو معتمد على فتره طويله على الشناوي، ف يعني انا شايف الحق ان شريف وصل للمرحله ان هو انضمام للمنتخب، محتاج الحته البدنيه الفنيه التكتيكيه من خلال المباريات، محتاج تواجد والثقه تمام من خلال المباراه، وانا شايف ان المباراه دي ممكن المباراة ترجع ثقة شريف بشكل كبير جدا. تمام. عند احمد فتحي في 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 باك رايت ناحية اليمين، سعد سمير قلب دفاع، عندي ايمن اشرف في قلب الدفاع الثاني، عندي رحيل لان معلول اصابة معلول صعب جدا، حتى كمان يبقى انا عرفت ان هو خارج التشكيلة
خارج السفر كمان يمكن صحيح. من المجموعه عنده حسام عاشور والسوليه رجوعه من بعد الشد الخفيف العضل الاماميه عندي ميدو جابر وعندي وليد سليمان لا غنى عنه. الوليد بيقوم بدور بقى دلوقتي اللي هو بتاع عبد الله السعيد كراجل 9.5 في تحت راس الحربه بيأديها بشكل جيد لان وليد من الخبرات اللي احنا بنعتمد عليها في الثلاثي الهجومي الامامي. عندنا صلاح محسن وعندنا مروان محسن. صلاح محسن ومروان محسن كده. فانا شايف بلعب كابتن يعني باتنين راسين حربه ولا بلعب 4-2-3-1 على اساس ان صلاح محسن يبقى تحت بالظبط تحت مروان تحت مروان يعني ما بيبقاش اللي هو الفيرود صريح بالظبط ويجي محتاجين برضه يكون عنده سرعات عرضيه وعنده سرعات ويقدر يخلق نفسه. فكره ان انت خارج يعني ملعبك وعندك بعض الامور ممكن خاصه بطريقه اللعب او طريقه لعبك اللي هي 4-2-3-1 مش موجوده بعض اللعيبه المميزه اللي انت بتعتمد على طريقتك دي ان هي تبقى موجوده انك تلعب بثلاثه في نص الملعب يا كابتن. ممكن ممكن العب بثلاثه في نص الملعب تأمين بشكل كبير واستحواذ بس خد بالك يا محمد يمكن ثلاثه بتأمين واستحواذ لو انا هلعب بخصم زي الترجي لكن انا شايف ان كامبالا سيتي شايف ان اوغندا يعني وطبعا الجهاز الفني اضرب مننا بشكل كبير يعني لكن مش هي الخصم اللي يعني متصنف يعني زي الترجي زي الوداد زي انيمبا زي يعني كامبالا سيتي عندها برضك يعني تصنيف ثالث او رابع يمكن لكن الوضع الحالي يمكن قبل كده كان ممكن اقول لك يعني فعلا كان نادي اهلي ما كانش يهمه لكن انت عايز تفوق من المرحله اللي انت عايز تزود عايز في نص الملعب ثالث عايز تفوق عايز ما يبقاش في مشاكل عندك في نص الملعب لان انت عندك جزء ممكن يكون فيه نواقص في الجزء الدفاعي فبتأمنه ان انت بتمنع بعض الامور اللي ممكن توصل للجزء الدفاعي كابتن معرفش يمكن لا وممكن وارد ممكن يلعب بثلاثه يعني يلعب 4-3-3 يعني هتحتاج مع حسام عاشور 2-1 مثلا وليد سليمان وميدو ممكن مثلا ممكن 2-1 ممكن يبقى مثلا صلاح محسن ووليد وقدامه مروان وتحتاج واحد مع السوليه وحسام عاشور نيت في الزمالك مصطفى يونس مثلا واخد بالك كده بيبقى طريقه برضك من ضمن الطرق المميزه اللعيبه بتقدر تهضمها بشكل جيد ولعبوا بيها يمكن اكتر من مباراه ويبقى عندك بره على الدكه ميدو جابر باقا هشام محمد يعني عندك ورق تقدر تحتاجه تدفع بيه في اوقات انت شايفها بعد الاجهاد بعد الحاجات عايز تزود فيها العدد الهجومي عايز تزود فيها كثافه عدديه عايز تأمن في الجزء الدفاعي ممكن عندك ايمن اشرف عندك سعد سمير عندك محمد نجيب في على الدكه كبديل متميز وعندنا احمد حمدي موجود يا كابتن برضه في احمد حمدي برضه كبلاي ميكر يقدر يبقى موجود يعني في اي بشكل جيد عندنا من الاوراق اللي نقدر نستغلها بشكل مميز وفي نفس الوقت زي ما قلت لك ان حسام بيلعب بطريقه 4-2-3-1 ودي الطريقه اللي الناس عاشتها بشكل كبير جدا واللعيبه هضمتها بشكل جيد لكن ممكن بالطريقه اللي انت قلت عليها 4-3-2-1 تتخلى عن 4-3-1 في مباراه بيتفيست اللي كانت موجوده في جنوب افريقيا العام الماضي في بطوله افريقيا دي المباراه الوحيده بس بعد كده كان حسام لعب ب 4-2 في بيتفيست هناك كان لعب 4-3-2-1 بعد كده كابتن حسام البدري تعامل مع المباراه بالشكل اللي هو الطبيعي بتاع النادي الاهلي 4-2-3-1 لان وصل لمرحله فورمه بالنسبه للاعبين مميزه جدا عشان تامن بشكل كبير يعني من وجهه نظري ان كابتن حسام ممكن يفكر في الجزئيه دي وارد. عشان ان احنا نامن بشكل كبير لا ملعبنا. وارد يا محمد وارد دي طريقه ودي طريقه طريقه 4-3-2-1 فيها تامين في نص الملعب بشكل جيد زي ما انت قلت فيها ثلاثه وانا شايف ان الدايره محمد كبيره على الاثنين لكن لما بتبقى ثلاثه بتبقى التقسيمه مناسبه واحد ناحيه اليمين واحد ناحيه الشمال واحد قدامهم ديفندر او العكس يبقى مكمل معاهم في الحته الهجوميه حاجه بقى مروان يبقى عنده حته الجزء اللي هو يبقى محطه كابتن قويه بالنسبه للاثنين اللي تحتيه والاثنين الطرفين اللي يبقوا موجودين مهم ده الاهم من مروان طبعا مهم جدا مهم عايزه يعني من ضمن الحاجات اللي مروان محتاج يشتغل عليها كتير انك انت يبقى محطه اقدر
زي حسام حسن واخد بالك، حتى ازارو مش حاطط ان انا ابقى واقف، لا اتحرك بردك، اتحرك بس لما بتتحرك يا محمد تفتكر حته النهارده انا واقف له على طول، وانت بتتحرك وبتخلق لنفسك مساحات بيجي لك تقف عليها، هي دي عشان تبدا بقى اسند اللي جاي. طبعا الجو طبعا والامور الصعبه اللي بتبقى زي كده مهمه، وبعدين في بقف عليها ليه بقى يا محمد؟ عشان ادي فرصه الناس تيجي تساعدني، ده انا اقف عليها وملمون على وملمومين حوالي 3 مدافعين هياخدوها مني، لكن لما اقف عليها وابدا احجز عليها بشكل كويس تكون الناس جت اقدر اسند، اقدر زي ما شفنا يعني مخرجنا جاب لنا لقطه من اللقطات اللي فيها الدبل باس او الوان تو اللي هي من العمق الوان تو ثري، فانت محتاجه كثافه عدديه، محتاجه عدد. الكثافه العدديه في الهجوم بكره كابتن من وجهه نظرك كابتن حسام بدري يطلب كام لعيب؟ طبعا هتبقى يعني احنا لو اتكلمنا على طريقه 4 2 3 1 هيبقى الثلاثه اللي تحت الواحد مطالبين انه يوصلوا معاه، واحد على يمين واحد على شمال واحد قريب منه كده حمد. اربعه مثلا يبقى اربعه على الاقل. طبعا والسوليه يجي خامس مأمنهم تحت القوس، وبعدين حسام عاشور جاي مأمن نص ملعبه، وبعدين الاربعه اللي ورا منهم باك بيهاجم من ناحيه الكوره، الباك الثاني مواسطا، الاثنين المساكين واحد بيراقب واحد بيغطي، يعني التنظيم الدفاعي برضك وانت بتهاجم مهم. حذر مهم جدا الحذر، زي ما قلنا من ضمن استراتيجيه المباراه يا محمد ان ما يجيش فيه جول في اول ربع ساعه، انك انت تحافظ في ربع ساعه. انت بقى في ربع ساعه الاولى كابتن يعني مهم جدا تفرق معاك نفسيا، تفرق معاك، وبعدين الربع ساعه الاولانيه انت كمان عايز تمتص الجمهور اللي هيجي ده اللي هو ضدك طول المباراه، في نفس الوقت الهيجان بتاع كامبالا سيتي ان هم هتلاقيهم مستعجلين عايزين يجيبوا جول متسربعين بيهاجموا، فابدا احبطهم لان انا لما اهدي اللعب وامسك الكوره في حاله الاستحواذ اقدر اباصي باصتين ثلاثه، وزي ما انت قلت لو الملعب مش مظبوط اروح مطلعها طولي في نص ملعب الخصم، الحاجات دي كلها بتقتل من روح الخصم، بتهمده بيحس انك انت فعلا لا ده النادي الاهلي جاي يكسب، النادي الاهلي جاي ما بيهزرش، النادي الاهلي بيستحوذ، النادي الاهلي بيدافع صح، النادي الاهلي بيهاجم صح، النادي الاهلي لما جيله فرصه بيحاول يستغلها صح. فدي من ضمن الحاجات انا احساسي بكره ان اللعيبه فايقه، اللعيبه الاطراف يا كابتن دورها بكره ايه؟ بالنسبه اعتقد دايما الماتشات اللي بره دي بيبقى دور الاطراف مهم جدا في الحته الهجوميه والدفاعيه، تامين الجزء الدفاعي والتغطيه، حته الجزء الهجومي يعني اعتقد ان عليهم عبء كبير جدا مع طبعا وسط الملعب. بص محمد، ساعات في اختيارات المدرب للاربعه اللي ورا في الماتشات اللي خارج ملعبه بيبقى نسبه التامين الدفاعي اكتر ليهم من الجانب الهجومي، لكن مع النادي الاهلي مدرسه حديثه متطوره، انت لما تهاجم من ناحيه الشمال هنشوف فتحي اسف من ناحيه اليمين هنلاقي فتحي انطلاقات انطلاقاته للامام بيوصل، فتحي من اللعيبه اللي عندها خبرات اللي بتقدر توفر مجهودها وتنظم مجهودها في حاله الدفاع وتنظم مجهودها في حاله الانطلاق والربط مع اذا حسام عاشور او اذا كان موجود مثلا ميدو جابر او وليد سليمان قدامه يقدر يعمل جبهه معاه في الاختراقات من ناحيه الكروسات العرضيه، من ناحيه الباصات البينيه، من ناحيه الوصول للخط ورجوع الكره للخلف، من ناحيه التصويبات، يعني فتحي كمان بيجيد التصويبات، ف انا متاكد ان الجبهه اليمين في حاله الهجوم هيبقى فتحي زايد ورا الناس في نص ملعبه. هتلاقي اوريدي بقى الثلاثي اللي موجود في خط الظهر اذا كان سعد سمير وايمن اشرف ورحيل هتلاقيه ضامن لجوه مأمن، إذا كان الزيادة العددية عندهم مثلا 2 لعيبة هيبقى 2 ممسوكين واحد مغطي، إذا كان لعيب واحد هيبقى ماسك سعد سمير وأيمن وراه، وكمان رحيل ضامم على نص الملعب يا محمد. يعني دي رؤية برضك الباك العكسي. العكس صحيح، لو ناحية رحيل يتقدم يبقى عنده جرأة ما يخافش. أنا شايف الكابتن حسام كان قاعد معاه الفترات اللي فاتت ديت بيتكلموا على الحتة النزعة الهجومية وحتة الكروس يطلع من رحيل يعدي الناس، ما بقاش الكروس اللي هو الأرض يا محمد اللي هو القريب على رجلين المدافعين، لا الكروس اللي يعدي الناس. فأنا شايف الكابتن حسام كان من ضمن الملاحظات مع رحيل إن الكروسات أنا عايز الكروس يعدي، يعني يعدي المدافعين عشان نقدر يبقى المهاجم يقدر يجيد ألعاب الهواء. ما شاء الله لكن الحاجات القريبة بتعدي على الباك بيقدر يشيلها، قلب الدفاع بيقدر يشيلها، كل ما الكروس يبقى ارضي سهله جدا للمدافع، لكن الكروس اللي بيعدي من فوق بتبقى في منتهى الصعوبه. تعدي يا كابتن ان شاء الله، تعدي ونجيب ان شاء الله باذن الله 400. عندي احساس ان هم بكره زي ما قلت لك مباراه حسام اديتهم دوافع، اديتهم نفسيا زودتهم،
ان شاء الله باذن الله هنشوف بكره لعيبه النادي الاهلي اللي عودونا في 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 المحن تلاقي شكل واداء متميز. رساله بقى كابتن للاعبين في مباراه الغد. عايز اقول للاعبين اللي هياخدوا فرصه محمد زي ما احنا اتكلمنا ياخدوا فرصه يحاول يثبت وجوده بشكل كبير فيها، لازم يعرف ان هو بيلعب في اقوى نادي موجود في العالم العربي وافريقيا، لازم يعرف ان النادي بطولات، لازم يعرف ان هو لعيب يعني مميز من افضل اللعيبه المميزه في الدوري المصري، عندنا ثقه كبيره جدا فيهم، جمهورهم مستنيهم ومجلس ادارتهم واجهزتهم الفنيه كلها على استعداد، حسام البدري ثقتنا فيه كبيره جدا وهو جهازه المعاون، اللاعبين بكره اعمل اللي عليك والتوفيق ان شاء الله يبقى في حليفه النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن كل التوفيق ليهم كابتن، بشكرك كابتن ماهر، نورت شرفت واحد من النادي الاهلي وفخر الدفاع النادي الاهلي في وقت من الاوقات، وما زال طبعا نتحاكى بيك حبيبي ان شاء الله. شكرا كابتن ماهر، يمكن ان شاء الله بكره الاجتماع الفني خلاص النادي الاهلي هيلبس شكله الطبيعي او التيشيرت الطبيعي بتاعه الاحمر والشورت الابيض والشراب الاحمر، وفريق كامبالا ان شاء الله هيبتدي المباراه بالتيشيرت الاصفر والشورت الازرق والشراب الاصفر. ده شكل الفرقتين، المفروض طبعا يبقى من خلال الاجتماع الفني كل الفرقتين يوصلوا قبل المباراه بساعه ونص ويكون الاحماء لمده 45 دقيقه. كل التوفيق لفريقنا غدا ان شاء الله، دعواتكم كده يرجعوا بالثلاث نقاط هتفرق كتير جدا في شكل المجموعه. يعني ربنا يبعد عننا اي نتيجه ممكن تكون غير المكسب لان هتصعب موقفنا في المجموعه. الكوره موجود فيها حاجات كتير، لكن احنا همنا ان انت توصل للمرحله القادمه ومش هتيجي غير بالمكسب في مباراتك، خصوصا بقى مباراه تكون خارج ارضك وانت متعادل امام الترجي على ارضك، فالامور بالنسبه لك مهم جدا الثلاث نقاط الحاليين او مباراه الغد ان شاء الله. كل التوفيق، بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معاكم ناس مهمين جدا ومميزين جدا وبرنامج هايل، مهندس عبد القيعي وايضا الاستاذ ابراهيم المنيسي وبرنامج ملك وكتابه، ما تروحوش لبعيد وانتظروهم في حلقه قويه.